السلام عليكم ومرحبا بكم ضمن حلقة جديدة من برنامج مباشرة معكم، نخصص هذا المساء لموضوع الثقة في المجتمع المغربي. سنتساءل بداية، هل هناك فعلا أزمة للثقة بين المجتمع والدولة ووسائط التواصل بين هذين المكونين من أحزاب سياسية وتنظيمات نقابية وجمعوية ووسائل الإعلام؟ إذا كانت هناك فعلا أزمة الثقة، أين تتجلى وما هي انعكاساتها؟ ثم أتساءل كذلك عما يمكن فعله لتجاوز أزمة الثقة هذه بين المجتمع وهذه الوسائط، لأنه على كل حال هذه الوسائط تبقى أساسية وضرورية لأي بناء ديمقراطي وأي نقاش هادئ ورصين يروم الانتقال بأي دولة وبأي مجتمع من مرحلة الانتقال لمرحلة البناء الديمقراطي السليم. لذلك يسعدنا أن أرحب هذا المساء بكل من خالد الحريري عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية، هو نائب برلماني. سي الحريري مرحبا. مساء الخير. واش ما كطلعتش بأن الحزب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية في السنوات الأخيرة خصوصا منذ حكومة التنوب بدأ يفقد شيئا من إشعاعه في المجتمع المغربي؟ أعتقد أن العمل السياسي بصفة عامة بدا كيفقد الإشعاع ديالو والمصداقية ديالو، وهذه من تجليات ديال أزمة الثقة اللي غنتحدثوا عليها. هناك أزمة ثقة، هناك أسباب موضوعية لهذه الأزمة، ولكن وهذا هو الأهم، هناك إمكانية استرجاع هذه الثقة باتخاذ واحد العدد ديال التدابير، منها ما هو سهل ويتطلب فقط إرادة سياسية، ومنها ما سيحتاج غنفصلو إلى إمكانيات أخرى. شكرا سي الحريري. أرحب بالسي عبد المنعم الدلامي، رئيس مدير عام مجموعة إيكوميديا. سي الدلامي مرحبا. مساء الخير. مجموعة إيكوميديا اللي ما كيعرفهاش إلا تتوصل للمساء الصباح، والإيكونوميست وإذاعة أتلانتيك، مرحبا بك. سي الدلامي، الجرائد تقريبا المغربية المطبوعات من أسبوعية ويومية تقريبا مجتمعة ما كتجاوز السقف ديال 300 ألف نسخة يوميا، واش كتشوف بأن هذا الوضع هذا صحي؟ لا، هذا وضع طبعا غير صحي، ولكن هو تيعبر على واحد الوضعية خاصة ديال المجتمع المغربي وديال العلاقة مع القراءة داخل المجتمع المغربي، لان الا شفنا العدد ديال الكتب اللي تيتبعوا في السنه تنشوفوا على ان حتى هو ايضا نازل بزاف، هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى تعتقد على 300,000 فولا نيونسي كي تيتقال، لان كيف تنعرفوا على ان الصحف في المغرب اي صحيفه تيقراوها 4-5 الناس، وبالتالي تعطينا واحد العدد اللي هو شويه مختلف شيئا ما. ولكن على كل حال هناك ازمه ديال القراءه اللي تتهم اساسا الصحف، لا سيما اللي خدنا معها الاعتبار المرحله التاريخيه اللي حنا فيها، اللي تولي الاعلام عنده دور اساسي. شكرا سي الدلامي. ارحب بالسي عماد الكتاني، رئيس جمعيه بدائل. مرحبا. مرحبا بك. واش ما كتشوفش بان هناك احيانا يقع يعني احيانا تداخل وخلط بين العمل الجمعوي والعمل السياسي؟ احنا جمعيه بدائل اسست في سنه 96 تقريبا، كانت قبل المرحله ديال الانتقال الديمقراطي او التوافقي كما قال في ذلك الوقت، وساهمنا بافكار وباطروحات عبر عده اجتماعات ومناظرات مع الاحزاب السياسيه، والحمد لله ساهمنا في هذه المرحله هذه، وبقينا الجمعيه من 15 سنه كتساهم بشكل فعال في الحقل السياسي، ولكن ما كاينش تداخل مباشر، ولكن كاين تفاعل باش نبنيو مع بعضياتنا واحد الثقه جديده، واحد العمل السياسي مؤسس على مرتكزات معقلنا. شكرا سيك الثاني. ورحب بالسي علي لطفي، كاتب عام المنظمه الديمقراطيه للشغل، مرحبا بك. شكرا. وقبل جواب على السؤال الجوهري والمتعلق بأزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات، أعتقد أنه لابد من تقديم تحية لحركات شباب 20 فبراير اللي لعب دور كبير في الخلل المشهد السياسي المغربي، وكذلك إعادة القطار إلى سكته الحقيقية من أجل مناقشة الأوضاع المجتمعية اللي تأزمت بكثير، وخاصة أن المغرب عرف حالة من الجمود والترقب، واللي جات هذه الحركة فتحت واحد المجال واسع للنقاش حتى في القضايا الجوهرية، ومنها أخطر موضوع وهو أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني. نرجع للشق اللي كتمثلوا انت في النقاش، علاش ما بقاتش النقابات يعني كتعبأ كما كان يعني في السنوات يعني السابقات السبعينيات والثمانينيات؟ إلا لاحظنا مثلا غير استعراضات يعني فاتح ماي، العدد يعني في تناقص يعني مستمر. بالفعل وهذا صحيح،
نسبة التنقيب في المغرب لا تتعدى 7 أو حتى 14%. وأعتقد أنه ليس السبب الرئيسي في هذا عدم الثقة في النقابات أو أزمة الثقة ديال الطبقة العاملة في النقابات، ماشي راجع بالأساس للنقابات بشكل عام، لكن كذلك دور الحكومة ودور الدولة في وضع أو إفراز أو تكريس ثقافة اللي كتجعل أنه العامل أو الطبقة العاملة المغربية اليوم لم تعد. على كل غنفصلوا في الأسباب، بس لطفي غنفصلوا في الأسباب. نعم. سعد القدر كيحل، كاتب عام الشبيبات الاستقلالية، مرحبا بك. شكرا. نفس السؤال تقريبا على الشبيبات الحزبية، ما بقاتش يعني كتستقطب الشباب، يعني الشباب المجتمع المغربي بالشكل على الأقل اللي كان فيما مضى. والأمر نسبي، أنه الشبيبات اليوم تستقطب أكثر مما مضى، ولكن النمو الديموغرافي تيعكس أنه المغاربة يعني كاين واحد نمو كبير اللي تيخلي النسب هي محدودة. في الدنيا كلها نسب التأطير السياسي راه ماشي هي نسب عامة. الإشكال عندنا في المغرب هو إشكال مجتمعي يرتبط بين نسب التأطير ونسب الوعي السياسي والوعي الثقافي. هذا نقاش آخر عنده المكان ديالو. اللي كاين الآن أساسا أنه الشبيبات اليوم تشتغل في ظروف مغايرة. واحد الوقيته كانت الموضة هو الانتماء للأحزاب السياسية. واحد الوقيته كان اجهاض على العمل السياسي والعمل الحزبي والعمل التأطيري، وبالتالي كانت جريمه الانتماء للسياسه والانتماء للاحزاب، وتخلق واحد الجيل اللي كان عنده واحد الهول ديال انه يتكلم على كل ما هو سياسي، واداوا الناس ضرائب ديال هذا الانتماء. كان صراع كبير اللي خلى الناس اختلطت عليها الامور وما بقاش تتفهم شنو هو التوجه اللي غتمشي. اذا هذا الشيء اللي وصلنا له اليوم هو ممنهج فيه اسباب تاريخيه، أسباب ذاتية ترتبط بالأحزاب السياسية وبالفاعلين السياسي، أسباب مجتمعية ترتبط بكل الوسائط، منها اللي موجود هنا ومنها اللي هو غير موجود، وبالتالي أعطتنا واحد المنتوج اللي اليوم كان شي واحد تأثر الناس باش تكون ضد الأحزاب، اليوم صبحوا الناس ضد كل شيء، وبالتالي ما بقاتش واحد العملية أساسية اللي يمكن نحتكموا لها، أنه شي بغى يقلب شي على شي وبغى يقتل العمل السياسي. وصلنا اليوم أمام أزمة ديال الثقة في كل شيء، وبالتالي أزمة مجتمعية اللي المفروض نوقفوا عند المعالم ديال هذه الأزمة في كل مجال من المجالات. أكيد. أرحب سارة سجار، فاعلة جمعية بمدينة الدار البيضاء، مرحبا بك. مساء النور. كتشتغلي في العمل الجمعوي، عمل القرب، يعني خلال الشغل مع المواطنين يعني بشكل تقريبا يومي في الدار البيضاء خصوصا. من خلال التعامل ديالكم مع المواطنين، شنو هو اول يعني عنصر يعني يبني الثقه بينكم وبين هذا المواطن؟ اولا تحيه صادقه لجميع الشعب المغربي على صموده، وخصوصا حركه 20 فبراير واستمرارها في نضالها الى حين تحقيق مطالبها. الاشكال ولا القرب من المواطن المغربي ولا اعاده الثقه بالمواطن المغربي ولا فقدانها بالنسبه لثلاث عوامل اساسيه. اولا هو الاحساس بالامل الذي يؤدي الى الاحساس بالانتماء. ثاني نقطه هو القرب من المطالب المجتمعية اللي كتطالبها يوميا، اللي كتلامس اليومي وكتلامس تدبير الشأن العام المحلي وأيضا تدبير الشأن العام الوطني. كاين الإشكال الثالث هو مصداقية المتدخل، سواء كان فاعلا حزبيا ولا فاعلا جمعويا ولا فاعلا نقابيا، لأن مصداقية المتدخل وإعطاء نتائج كتبرز على مستوى الواقع وكتبان بالملموس على مستوى الواقع دون وعود ولا شعارات، هو اللي كيخلي إعادة الثقة ديال المواطن في هذا فهاد العوامل بثلاثه. طيب اشكرك، اشكر ضيوفي، واشير المشاهدين الكرام الى ان بامكانكم كما جرت العاده ان تعقبوا على النقاش الدائر هنا في الاستوديو عبر الرسائل الهاتفيه القصيره على الرقم المثل امامكم 18 18. اذا قطع لكم ربما الى 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 فهمت انه هناك اتفاق بانه كاين ازمه ثقه ربما في المستويات ديالها. وهذا نبداو ربما بالعنصر الاول اللي هو الاحزاب السياسيه. نشوف السي الحريري، هذه الازمه الثقه اللي كنتكلموا عليها، شنو هي التجليات ديالها؟ غنذكروا في الاسباب ولكن التجليات بعد. خصنا نفرقوا بين كاين ازمه ثقه في الاحزاب غادي نرجع عليها، ولكن كاين ازمه ثقه في العمل السياسي بصفه عامه. المواطن المغربي اعتقد لا يثق في السياسة كما تمارس في المغرب، ماشي ما كيثقش في السياسة بصفة عامة مطلقة، ولكن كما تمارس في المغرب. التجليات كاين، هناك عدد ديال الظواهر. نسبة المشاركة مثلا في انتخابات ديال 2007، انتخابات آخر انتخابات تشريعية 37%، هذا
من تجليات ديال عدم الثقه. استطلاعات الراي اللي كدار رغم ما يمكن ان نعيب على هذه الاستطلاعات، صوره الفاعلين السياسيين في المجتمع، كل هذه الظواهر عطات انطباع ان المغاربه ما بقاوش كيثقوا في السياسه من جهه، ولكن انهم ما بقاوش كيهتموا بالسياسه. وصبح الان لاحظنا حتى قبل حتى نهايه السنه بدايه هذه السنه من اصبح ينظر لاخراج السياسه من التدبير الاقتصادي والاجتماعي، وكيقول ان لا نحتاج الى سياسه والى احزاب، نحتاج الى تكنوقراطيين، الى خبراء، مكاتب دراسات هي اللي غتعطينا كل ما نحتاج اليه. وكيعطيك مثال، وهذا هو هذه المفكر كان كيعطيك مثال، تونس، مصر، مثال لبلدان اخرجت السياسه من تدويرها اليومي. جات الثورات ديال تونس ومصر، ومن بعد ما جات حركه ديال 20 فيلا، شنو بينات؟ كذبت جميع هاد التعقد. قالت ان المغاربه وخصوصا الشباب يؤمنون ويهتمون بالسياسه. قالت كذلك ان المطالب اللي كانت في قلب الحركه ديال 20 فبراير هي مطالب اساسيه، بينما كنا كنقولوا قبل ان الشباب لا يهتم الا بمطالب معيشيه وهذا. ثم قالت، وهذا هو الاهم، ان الشباب والمغاربه يريدون نظام سياسي ممارسه سياسيه وفاعلين سياسيين يختلفون تمام الاختلاف عن ما هو موجود الان في الساحه. نشوف السيد كيحل، واش تا هو واش تجليات ديال شخصيا انه هذا البرنامج جاء في مرحله اساسيه، وبالتالي يجب ان نقف عند اسباب هذا الواقع وشنو هي الاشياء اللي ادت بنا الى ازمه الثقه في الاحزاب السياسيه وفي المجتمع. اذا هذا الامر كان ممنهجا في البدايه. لا سمحتي، غنذكروا على الاسباب، غنذكروا على الاسباب غير فين كتجلى هذه ازمه الثقه، لان اللي كيتبعنا باش يفهم انه ما كاينش ثقه، لان ممكن انه نقول ما كاينش ثقه في الاحزاب ولا نقول انه كاين ثقه، ولكن ملي كنقول ما كاينش ثقه يعني ثقه يعني ضعيفه، هي ماشي اشكاليه ديال كتجلى، كاين ضعف نسبه المشاركه. انا اشارك السي الحريف في شيء اساسي، ازمه الثقه ماشي في الاحزاب السياسيه، العمليات السياسيه بشكل، لانه فعلا هذا الشيء تيتجلى في العمليات الانتخابيه. المغاربه بيتي صوتوا ماشي داكشي اللي تيصوتوا عليه هو اللي تيخرج، تيصوتوا صفر تيخرج حمر، تيصوتوا على هذا الشخص تيخرجوا شخص اخر، تيغادي لهذا التوجه. اذا هذه الازمه اهم اليه نجات البشريه في الدنيا كلها هو الاليه الديمقراطيه. اذا نفقدوا الثقه في الاليه الديمقراطيه، فبالتالي الفاعلين في هذه العمليه تاثرون بهذه الازمه، لانه المغرب عاش ازمات متعدده في انتخابات، جميع الانتخابات منذ الاستقلال كانت عليها ملاحظات. هذه الانتخابات الاخيره ديال 2007 نسبيا انه تقال على انها انتخابات، جاء 2009 عاوتاني رجعنا للور اذا هذه هو الاسباب اللي خلات الناس ما عندهاش لاش تمشي لصندوق الاقتراع، لانه بغات تمشي لصندوق الاقتراع ماشي الاختيارات ديالها، ماشي التصورات ديالها، وبالتالي نتجنا وعند الناس انه عارفين انه الصوت ديالو لا يؤدي الى تعيين الحكومه. شوف القراءه ديال الصوت ديالو ما تؤديش الى اختيارات اقتصاديه واجتماعيه وثقافيه وما الى ذلك. لذلك الان جات هذه الازمه، هي ازمه ديال انتخابات في تاريخ المغرب. السيد ديلامي، الى سمحتي، انا تنعتقد على ان الى كاين ازمه ديال الثقه ماشي ازمه ازاء المؤسسات ولا ازاء السياسه كسياسه. هناك ازمه ديال الثقه ناتجه عن ازمه عن وجود عدم مصداقيه للراي العام، عدم مصداقيه عند الفاعلين السياسيين، وهذا اللي اثر على المؤسسات وهذا اللي اثر على العمل السياسي بنفسه. علاش؟ لان تنعتقد تطورات واحد الثقافه في المغرب ديال ازدواجيه الخطاب عند الفاعل السياسي، كاين الخطاب ديال العامه وكاين الخطاب ديال الخاص الداخلي ديالهم، وبالتالي ثانيا ازدواجيه بين العمل وبين الشعارات والخطابات اللي تتقال، وبالتالي شيئا فشيئا اصبح عند الراي العام على ان الفاعل السياسي في الحقيقه المصداقيه ديالو ضعيفه جدا. هنا فين تتولي ما كاينش الثقه ازاء المؤسسات، ولكن هي نتيجه ماشي هي الاصل، الاصل هو فقدان ديال المصداقيه عند الفاعل السياسي امام الراي العام. شو صرت واش يعني واش الثقه في الفاعل السياسي او في العمليه كلها؟ انا اعتقد ان حاله التردي والشلال اللي كتعرفوا المؤسسه الحزبيه اليوم في المغرب لا يمكن انكارها ولا يمكن حتى القفز عليها لاعتبارات متعدده. اليوم بمعنى المغرب عرف في مرحله من تاريخه مؤسسه حزبيه قويه مناضله. الان سمحت الاحزاب مع كامل الاسف
مفتوحة في وجه المتاجرين، في وجه واحد العداد ديال الأشخاص اللي لا علاقة لهم بالعمل السياسي. كل ما هناك إما كيجي يدير الحزب كميضلة يتخبى فيها ويتجر في المخدرات ويمارس ممارسات خطيرة على المجتمع ويدخل المؤسسة حزبية. كيف المواطن المغربي اليوم يثق في حزب سياسي وهو كيشوف ما بين أعضائه في مؤسسة تشريعية أي البرلمان أشخاص لهم يسيئون إلى المجتمع؟ نشوف السي الحالي ربما والسي كحيل عندهم شي جواب على هذه النقطة. أنا غير إلى سمحتوا تفضل. إلا سمحتوا في هذا الموضوع كاين شيء أساسي، حنا النقاش أنه الوقت ما تكفيش باش يدير الإنسان تحليل بنيوي، إذا هذا جزء لا يتجزأ من النقاش، الأحزاب ما تنقولش أن الأحزاب سليمة، إذا كاين معطيات تاريخية في تاريخنا السياسي، كان معطيات في البنية السياسية والبنية الحزبية، وكان معطيات في البنية الاجتماعية. فيما يتعلق بالبنية الحزبية فعلا الأحزاب كافحت، ما وراء الأحزاب أنواع، الجميع هنا عنده الأهلية والكفاءة ويعرف شنو هي الأحزاب. الأحزاب الوطنية الديمقراطية دارت معارك من أجل أن نستمر وأن لا نصل إلى تونس وإلى مصر باش ما تكونش عندنا الشمولية، ولكن هذا لا يعني ولا يمنع على أن هذه الأحزاب كذلك في حاجة إلى إعادة النظر إلى حكامة حزبية، إلى الرجوع إلى القيم والثوابت الأداب، وهذه هي الحركية الاجتماعية، أنه الأحزاب خصها تمارس النقد الذاتي. وهذا احنا في شباب استقلالية من الوثائق ديالنا الأساسية في المؤتمر الأخير هو الحكامة الحزبية، وجهنا من موقع الشباب الاستقلالية أنه داخل حزب استقلال كرائد للحركة الوطنية ولد أنه لا بد من عدد من الأمور تصلح. احنا كذلك ضد المفسدين يكونوا في وسط حزب استقلال وفي وسط الأحزاب الوطنية، وبالتالي هنا هذا الموضوع اللي أساسي اليوم في هذه الإصلاحات هذا هو موضوع الحصانة. هذا موضوع اللي تخصه، احنا ما محتاجينش الى حصانات باش يجيو الناس يتخباو في الاحزاب، محتاجين الى فاعلين اساسيين يتجاوبون وينخرطون في هموم المواطن اليوميه، ولا الى حصانه تخلي الناس يدخلوا الاحزاب باش يغطيوا الفساد ديالهم. اذا المفسدين خاص المواجهه ديالهم في جميع المؤسسات، في الاحزاب السياسيه، في الاعلام، في النقابات، في الدوله. دابا كنبداو دابا مؤسسه مؤسسه. بدينا كنتكلموا على الاحزاب السياسيه وعلى الاسباب ديال فقدان الثقه في هذا. اولا خصنا نحددوا اش من الاحزاب السياسيه اللي كنتكلموا عليها. انا كنتكلم على الاحزاب السياسيه اللي عندها مصداقيه وعندها مشروعيه. المغاربه كيحاسبوا هذه الاحزاب، ما كيحاسبوش احزاب اخرى. داكشي اللي وقع في احزاب اخرى ما كيعطيوهش اهتمام. اذا كنتكلموا على واحد العدد محدود ديال الاسباب. ازمه الثقه عندها جوج اسباب، كاين اسباب داخليه وما غنتهربش منها وغادي نرجع لها، ولكن كاين اسباب خارجيه ما خصناش ننساوها. الاسباب الخارجيه هناك تساؤل مشروع عند المواطنين من جدوى الاحزاب السياسيه. ملي كيصوت على مرشحين، هاد المرشحين كينتميو لواحد الحزب، كاين تحالفات، كنشكلوا حكومه على اساس برنامج، وبعد ذلك كتجي قرارات من خارج هذه الحكومه، قرارات ترهن المستقبل ديال المغاربه بدون ان نعرف من اين جاءت هذه القرارات. فالمواطن بطريقه عاديه كيقول علاش انا كاع غنصوت وعلاش كاع هاد الحاجه لهاد الاحزاب. النقطة الثانية، هناك تبخيس للأحزاب السياسية وللسياسة كتقوم به واحد الجهات متعددة داخل الدولة، داخل الإعلام، داخل الإدارة. هاد كتدافع على التكنوقراطية، كتقول لسنا في حاجة إلى الديمقراطية في التنمية، كتقول التنمية الاقتصادية وكتعطي مثال تونس ومصر، كتغيب جزء مهم من التاريخ المغربي. إذا ما خصناش نقزو فقط على الأسباب الداخلية اللي عند الأحزاب واللي غنرجع لها إلا سمحتي، ونساو هذا المحيط اللي كتشتغل فيه الاحزاب. الاسباب الداخليه تعطيني الفرصه باش نرجع باش كنتهرب. اولا عندي واحد الملاحظه بسيطه، هو منطق التعميم ومنطق الاجماع منطق متجاوز، ما نبقاوش نهضروا بالاطروحه ديال الاجماع لان اي شيء نسبي، وبالتالي دائما ما ممكنش نفس الفكره اللي عند هذا الانسان هو اللي عند الاخر. هذه الاولى. الثانيه، الاشكال ديال ازمه الثقه كطرح لينا جوج ديال الاطروحات. الاولى، واش عندنا نفور عن وعي ولا عن غير وعي للمواطن المغربي من العمل السياسي بصفه عامه؟ ثاني حاجه، الا ما كانش هذا النفور سواء عن وعي او عن غير وعي، اذا كاين تهميش. تهميش، نحن نتحدث اليوم عن ازمه رقي سياسي على جميع المستويات. هذه ازمه الرقي السياسي هو واش حنا قادرين ولا بمقاربه تشاركيه اننا كنمكنوا بعضنا من المعلومه اولا، من المصادر ثانيا، ومن الموارد على جميع المستويات الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه والسياسيه. لا يعقل مواطن يهمش يقصى، كتبرس عليه جميع اساليب الوصايه
كتمارس عليه الاساليب ديال الرشوه والمحسوبيه والزبونيه، وكتعطاه واحد الصوره معينه ديال مجموعه ديال الاطارات اللي ربما ممكن اننا نختلفوا معاهم، ممكن اننا لا، ولكن اليتها كتبان على المستوى الواقع. ما ممكنش اننا نعموا ان الاحزاب السياسيه كلها خايبه، وما ممكنش اننا نعموا كذلك على انها كلها مزيانه، والتاريخ الى غير ذلك. زعما هذا الكلام هذا هو متجاوز. اليوم الحزب السياسي اللي قادر على انه يعطي برنامج بديل على جميع الظواهر اللي كاينه، لا لا المستوى السياسي، اشنو عندهم في الظواهر الاجتماعيه، على المستويات الاقتصاديه، هذا الشيء كامل الاحزاب السياسيه اللي قادره، وماشي فقط تبرمج وفق التشارك مع المواطن، وايضا كتسمح المواطن انه يحاسبها. مبدا المحاسبه والنقد والمساءله هو غائب، وهذا المنطق ديال المحاسبه والمساءله هو منطق يجب ان يدستر في الدستور المغربي. سيك الثاني، واش كتشوف انت ترجح ان الاسباب يعني الداخليه هي الاكثر تاثيرا مرتبطه بالاحزاب في علاقه ثقه بالمواطن، او انه ربما المحيط والعوامل الخارجيه المتضافره؟ الامور مع بعضها، لان تاريخيا كان صراع قوي ما بين الاحزاب التاريخيه والمؤسسات ديال الدوله، وكان هذا الصراع نتج على واحد العدد ديال الناس اللي ضحاو بالغالي والنفيس، وخصنا نتذكروهم هنا كما هضرنا على الشباب ديال 20 فبراير. النضال ما بداش في 20 فبراير، بدا هذه من الستينات، والناس ديال الاحزاب ناضلوا ومشاو للحباسات الى اخره، والان كيمكننا نتكلموا اليوم لان كان هذاك النضال، ما خصناش نساوه. هذوك الناس كلهم ضحاو بالكثير، الان كاين هذيك النقطه، وكاين الاحزاب اللي حتى هي دخلت في واحد العدد ديال الممارسات مضطره تدخلها او ما مضطراش، ولكن كنشوفوا بان التزكيات كتباع مثلا، كنشوفوا بان اشخاص معروفين بانهم منخرطين في الفساد الى اخره كيوليو قياديين في الاحزاب، ماشي جميع الاحزاب، ما كنعممش مره اخرى، كاين احزاب اللي عندهم مصداقيه واللي عندهم اطور وعندهم ديمقراطيه داخليه كنشوفوها الان في بعض الاحزاب بدات كتبان، ولكن للاسف ماشي في جميع الاحزاب، وعندنا اكثر من 30 حزب، كيف يعقل في المغرب عندنا 30 مليون ديال الناس، وعندنا 35 حزب تقريبا اللي هما كلهم كيقولوا لك حنا ممثلين الشعب. لا يعقل، خصنا اعاده هيكله الحقل السياسي، ولكن ماشي هيكله من الفوق. اعاده الهيكله ديال الحق السياسي منذ تقريبا 10 سنوات، والجمعيه ديالنا كتناضل من اجل اعاده الهيكله ديال الحقل السياسي، لان خصنا اقطاب واضحه تكون مبنيه على اسس منهجية وإيديولوجية واضحة، وبرامج كما قالت الأخت، برامج واضحة لتلبية احتياجات المواطن. هادشي اللي قلتي لك الثاني، عندنا مشكل لأن الأحزاب شافوا بأن كاين تفشي ديال واحد الظواهر بالنسبة للمؤسسة اللي كانت في المحيط كما قلتي، ولكن تا هما انخرطوا في واحد العدد ديال الممارسات اللي ما ساعدتهمش على النهوض بأمورهم إلى مستوى أفضل، وهذا اللي كنندوا به الآن، كنتمناو بان هذه المرحله التاريخيه اللي كنعيشوها الان في المنطقه وفي المغرب، وانا ميقن من الاستثناء المغربي، لان عندنا مؤسسات، ولكن الان خصنا نهضه جديده مع الخطاب السامي ديال 9 مارس. الان عطينا خطه الطريق، والاحزاب خصها تنخرط بكل جديه في بلوره هذاك الدستور الجديد، ولكن الدستور لوحده ما كيكفيش، الثقافه الديمقراطيه تغير ونهضوا بها الى مستوى اعلى. سيكت هذه النقط غنرجعوا لها في الاجراءات المهمه، كنرجع للقضيه اللي تكلمتي على الاقطاب بعلاقه مع اللي قال السي الحريري ديال التحالفات، وهذا ربما صياغه يعني التحالفات يعني كما تمت في المشهد السياسي المغربي اكيد انها ربما ساهمت في هذا عنصر الثقه. باش نبسط ونعطيك مزيان بشكل مبسط، مثلا شاب مغربي يعني اللي عاش يعني الثمانينيات وكيقرا ادبيات حزب الاتحاد الشرقي للقوات الشعبيه، كيف كان يتعامل مع الاحزاب اخرى، بعض الاحزاب اخرى اداريه، حزب الوبر، حزب موكا، يعني جميع شيء اوصف، وبين عشيه وضحى يصبح هذا الحزب الاداري المنبوذ يصبح حليفا لي في مشروع، بغض النظر انه لحظه ديك اللحظه التاريخيه كانت تفترض ذلك، كما لو انه زعما ما كانش ذاك التحالف كان المغرب سيتفكك، واش ما كتشوفش بان هذه التحالفات بهذا الشكل انها كتجعل انه المواطن ما كيفهم والو؟ قلت في البداية أن من أسباب انعدام الثقة في العمل السياسي بصفة عامة هو هذا المشهد السياسي اللي بعد التصويت كيجعل أن أحزاب لا يربطها أي منطق بينها تتحالف لتكوين حكومة. هنا خصنا نعود النظر في واحد الشق كيبان تقني اللي هو النظام الانتخابي اللي كيجعل أن هناك تشتت الخريطة السياسية، ولكن ما بغيتش نقفز على المسؤوليه الداخليه ديال الاحزاب ونبانوا اننا كنردوا المسؤوليه كلها للخارج. هناك مسؤوليه، هناك طرفين جزئين متكاملين من هاد الاشياء. كاين ثلاثه النقط، القيادات، البرامج والرؤيه والتحالفات اللي تكلمتي عليها، وطرق الاشتغال.
حزب اي حزب سياسي يجسد عند المواطن في القيادات ديالو، في الرموز ديالو، كاتب الاول او الامين العام او الرئيس، في الاداء المكتب السياسي، في الوزراء الا كان كيشارك في الحكومه. الصوره اللي كيعطيوها كتعطيها هاد القيادات هي اللي كتكون الثقه او عدم الثقه في هذا الحزب. واش هاد القيادات كتمثل المستقبل او كتمثل السلبيات ديال الماضي؟ واش هاد القيادات كتمثل السياسه في انبال ما فيها او تمثل السياسه في ممارسات سلبيه؟ واش هاد القيادات كتمثل الفعاليه والانتاج ولا كتمثل فقط الخطاب؟ هاد التساؤلات المواطن كيطرحها بكل موضوعيه، ومني كيشوف هذيك القيادات كيقول هذا الحزب في هذا الاتجاه او في غير الاتجاه. النقطه الثانيه هي عدم الوضوح، الوضوح في المواقف والرؤى. في حالات عديده ومن حكم الممارسه كان في البرلمان مثلا كنصوتوا على اشياء غير ما مقتنعينش بها. علاش كتصوتوا عليها؟ لان دخلتي في واحد التحالف كيشكل واحد الحكومه. علاش تحالف زعما؟ علاش؟ لانك يمكن تصوت يعني بهذيك الضروره يمكن تصوت على اغلبيه 98 لما ما تصوتش ذاك التحالف. لا مقتنع باغلب ما غادي يجي به التحالف وهذا، ولكن في بعض الاحيان نظرا للتوافقات، نظرا لكون بعض الاحزاب عندها رؤيه مختلفه على الرؤيه ديالك، كتصبح مضطر في ضوء هذا النظام السياسي اللي كنشتغلوا فيه انك دير توافقات، وربما بعض الاشياء ما كتكونش مقتنع عليها وكتصوت. اقصى ما يمكن دير هو انك ما تحضرش التصويت او ما تصوتش كما وقع في حالات عديده، مراحل معينه. الموضوع ديال التحالف خصنا احنا ما نديروش قطائع مع التاريخ. من 56 ل 96 40 سنه ديال الصراع بين ثلاثه ديال الاجنحه معروفه شكون هي، كاين المؤسسه الملكيه والاحزاب السياسيه الوطنيه وبعض البرجوازيه اللي تكونات وتتصنف واحد الجهه باش تدافع على مصالحها. في 96 الاحزاب الوطنيه قالت كفى، احنا مستعدين نمدوا يدينا، وكانت تنازلات نعتبروا احنا تنازلات ماشي مؤلمه شبابية. ماشي مؤلمه لا تنازلات مؤلمه من اجل الوطن، لانه فعلا هذاك الصراع حنا تناديو النتائج. لا زعما كل ما كانوا جوج التحالفات المغرب كان غيتفكك. حنا كجيل تناديو النتائج الان. هو الاختلالات اللي كاينه على المستوى البنيوي الاجتماعي، التعليم، الثقافه، جميع، لانه ما في عوض من 56 بداو نبنيو الوطن، بدينا تنختلفوا في عدد من الامور. في 96 نضجات الفكره بانه المغرب محتاج نمدوا يدينا. الدستور ديال 96 عرفنا شنو كاين، وفي 92 وفي 96 تعطات حكومه في السي محمد بوسته في 94 في بدايه التناوب رفض، لانه عارف شنو غيوقع على هذه الحكومات، انه ادريس البصري اللي غاستمر في هذيك الحكومه كان غيوقع هذا الاشكال. سي عبد الرحمن اليوسفي فعلا قرر انه يدخل في هذه العمليه من اجل انقاذ الوطن وتهيئ لمرحله انتقاليه. ما نقولش انه بدايه التناوب التوافق عطات اشكالات، عطات هذا النقاش اللي كاين اليوم. فعلا ما كانش الناس كلها مؤمنه داخل الاحزاب الوطنيه بداك الشيء اللي وصلوا له. كان هذا النقاش، كان هذا النقاش في التسعينيات، كان هذا النقاش. الاحزاب ماشي تحالفات سياسيه مع احزاب سياسيه، كاين احزاب وطنيه وكاين احزاب الاداره. إذا هذاك التحالف ماشي مع دوك الناس، ولكن ملي كتحالف مع حزب الإدارة المواطن ما كيبقاش يتحالف معاهم. التحالف كان مع المؤسسة الملكية باش نوصلوا لهذا الواقع اليوم وندافعوا على واحد العدد من كتعتبر بأن كان ضرورة في ديك المرحلة، ضرورة مرحلة اليوم، ولكن بعد ما فلسات المنظومه الانتخابيه. نشوف سنه فلسات المنظومه الانتخابيه، ولات انتخابات ما تعطيناش فعلا القوه السياسيه، ما بقاش هذاك الزخم، الناس ما بقاش تمشي انتخابات. نشوف سيدي عارفه واخا تصوت ما غادي والو. نشوف سيدي ما واش متفق، ما ندخلوش امور معزوله عن السياق ديالها ونعتبروا الامور عاديه وراه. نشوف واش كانت ديك الضروره زعما، شوف ديك الضروره واش كانت كتفرض سيدي من اجل الوطن، كانت اخفاقات وحنا كشباب. شكرا شكرا سيدي، وصلت وصلت الرساله. هو اولا الهدف ماشي هو محاكمه الاحزاب، طبعا واحد ما تنكر التاريخ الى غير ذلك. الهدف هو محاوله فهم هذه الاشكاليه اللي مطروحه وايجاد حلول لها. هذا هو والمحيط كله ككل. انا ساعتقد على ان ويني على ان اولا كاينه مساله ايجابيه، جد ايجابيه وضروري تاخذ بعين الاعتبار، هو لان اللي ساعد المغرب الان باش داز هذه المرحله على كل حال بطريقه باسيفيك كي تيقولوا، هو تواجد التعدديه اصلا، تواجد الاحزاب، تواجد التعدديه، سي زامورتيسور اللي الان تيلعبوا الدور ديالهم رغم الاشكاليه اللي عندهم رغم الى غير ذلك. ثانيا تنعتقد ايضا المساله اللي خاصها تتخذ بعين الاعتبار هو حكومه التناوب ديال عبد الرحمن اليوسفي اللي خلقت واحد الاشكاليه جديده في البلاد، وعلى ان جل الاحزاب اللي كانت في المعارضه دخلات الحكومه ولات عندنا غير احزاب ديال الحكومه، بقات عندنا احزاب المعارضه عمليا، وبالتالي ولا الفعل السياسي في المغرب يعني سورياليست.
جميع جل الأحزاب على كل حال داخل الحكومة توافق على كل حال، يعني مختلفة إلى غير ذلك، ما يمكن يعطي حتى شي حاجة بوزيتيف، وما بقات عندنا أي ديسكور داخل المجتمع اللي هو خطاب سيناقش ولا سينتقد إلى غير ذلك. ثانيا في هذه النقطة هذه بالضبط، هذه الأحزاب اللي دخلت واختارت على أن تختار لأسباب وضحتها إلى ولا ما وضحتهاش هذا شيء ثاني، ما طوراتش واحد الخطاب ايديولوجي اللي تيوضح هذا الدخول علاش، وتيوضح ايضا القرارات اللي تتخذ علاش. انساس الراي العام، بدات تتعامل مع الهرم ديال السلطه وتتخاطب مع الهرم ديال السلطه، وانساس الراي العام اصلا ما بقاش يعني ما بقاش عندها حوار معه، وهذا اللي من الاسباب اللي خلقت هذه الاشكاليه ديال الثقه. صارت سجر سيدي لاميلا سمحتي، لان قال لك بان ما كاينش واحد الخطاب بديل على الخطاب من بعد ما جات الحكومه ديال التناوب ديال 98، كان ما كانش خطاب بديل. المجتمع المدني لعب الدور ديالو في هذا، ولكن المجتمع المدني لا يعوض عمل الفاعل السياسي، لان كانت واحد الاطروحه هذه واحد الوقيته، كل واحد عنده الدور ديالو الهامش ديالو، ولكن في نفس الوقت المجتمع المدني خطب واحد المناقشات مع الاحزاب، كيقول لهم بان هذا الطريق اللي حنا غاديين فيه راه ما غاديش نوصلوا لواحد الاهداف اللي هي بغيناها. قد يسدي الخبره، قد يسدي الطرق ديال التفكير، ولكن كلشي لعب الدور ديالو. العدد ديال الاحزاب اللي برزات من الفراغ، حنا جمعية سياسية بمعنى الكلمة، حنا ماشي حزب. النهار الأول اللي مشينا اقترحنا على سي عبد الرحمن اليوسفي الأطروحة ديال البدائل، قلنا راه أنتم حزب هذا ماشي جمعية، قلنا له لا حنا جمعية ولكن غنساهموا في التفكير ونساهموا في هذه المرحلة الدقيقة اللي غيمر منها المغرب. حنا وصلنا الآن لواحد المرحلة اللي هي أدق، لأن الآن عندنا الشباب وعندنا واحد النهضة اللي بغات تعبر على المطالب ديالها المشروعة، هذا الشيء ما كاين مشكل، ولكن خص الإطار السياسي يكون في المستوى ديال هذا تفاعلا مع التنازلات ومد اليد إلى غير ذلك. واش ما كنشوفوش أن في المرحلة آنذاك ومرحلة ديال التناوب وتقديمنا للتنازلات في هذيك المرحلة بالضبط ما سحبتش من تحت من البساط والمصداقية ديال مجموعة ديال الناس اللي كانت وراء هذيك الأحزاب وكانت كتدعمها وكانت كتعطيها المشروعية وكنعطيو المصداقية للطرف النقيض في وقت ديال الضعف ديالو، وبالتالي التجليات ديالها حنا اليوم كندفعوا فيها الثمن في التمييع ديال الحقل السياسي. ثاني حاجة، بما اننا كنقدموا اليوم نقد وتنقولوا هذيك التنازلات ما كانش خصها تعطى، علاش تنقولوا اننا باغي الاصلاحات؟ نورمالمون منطق الاصلاحات هو بالنسبه لنا ايضا هو منطق ديال التنازلات في مرحله نحن اقوياء، نعتبر انفسنا نسبيا اننا اقوياء، وبالتالي تغييرنا اليوم اللي خصنا نطالبوا به هو تغيير جوهري في الفلسفه ماشي في البنود. كاين اسمح لي كاين واحد النقطه عندي مهمه، لا باش ما نبقاوش فقط غير في الحقل السياسي، كاين اشكال خطير على المستوى الثقافي، كيف يعقل المواطن كتربي؟ غير اسمح لي غنكمل غير واحد النقطه بعلاقتها مع هذا التنازل. كيف يعقل ان مواطن كتربيه على الطابوهات على المسلمات على التوابيت وما كتربيش فيه حس النقد وحس النقاش وكتجيبوه بغيتيه يتانتيغرا؟ لا يمكن ليه ان يدمج، وهو حتى على المستوى الفكري ديالو كيفاش كيفكر هو مقموع. لا غنرجع لك لمنطق الاصلاح اللي تكلمتي عليه، حيت كاين جوج منطقين، منطق الاصلاح ومنطق الثوره. الا كنا غنخدموا في منطق الاصلاح هاد الضوابط ديالو، منطق الثوره حاجه اخرى، تفكيك المؤسسات كلها ونرجعوا خصنا نكونوا واضحين. التغيير الجذري منطق الثوره، لا التغيير الجذري انا كنعرف مصطلحاتي مزيان شنو تنقول. الاصلاح الجذري، التغيير الجذري خصو يكون على مستوى ديال المنظومه المجتمعيه على جميع مستوياتها. التغيير الجذري يتموقع ما بين الاصلاح والثوره. لا ماشي يتموقع، انا كنهضر على التغيير الجذري بمفرد بمصطلح علمي، ملي كنهضر عليه بهذا الشكل تنقول هو تغيير على جميع المستويات في المنظومه المجتمعيه اللي مدخلها هو الدستور، تغييره في فلسفته ماشي في بنوده. البنود راه نقدر نهز بند ونحط بند، ولكن التغيير في الفلسفه صعيب جدا. غنذكروا على الاجراءات، غندوزوا للنقطه الثانيه ديال النقابات. اكيد كاين بعض النقط يعني التشابه والالتقاء يعني مع التنظيمات السياسيه، ولكن ما كتشوفش سي لطفي بانه بالاضافه لهذ العوامل وربما كتشترك فيها تعمل الاحزاب السياسيه اللي هو التشردم؟ اذا كنا تكلمنا عن التشردم السياسي كاين حتى عنصر التشردم النقابي. انا غادي ننطلق من مسلمه، واش حنا بلد تعددية وبلد الحزب الوحيد أو النقابة الوحيدة؟ إلا كنا بلد تعددية والدستور المغربي وكل القوانين والتشريعات تسمح لي أنا
ومجموعه ديال الاخوان خمسه ديال الناس ندير نقابه او ندير حزب، ما المانع؟ بمعنى ان اخر انه على الاحزاب القويه اللي عندها امتداد جماهيري منين نجيو الانتخابات كلاصه هي الاولى. في فرنسا كاين 80 حزب وفيها ما يزيد على 13 نقابه. هذا الانتخابي ما كيعطيوش لا دابا تنهضروا على النقابات وعلى الاحزاب، بمعنى ماشي العدد المشكل، المشكل هو في النظام الانتخابي وفي ديمقراطيه المجتمع وصناديق الاقتراع. اما باش نرجعوا للحقائق، لا على الاحزاب ولا على النقابات، الحضور ديال الدوله القوي في الاحزاب وفي النقابات وفي تمييع الحقل السياسي ما خصناش نكروها. الدوله باقه حاضره وفي مصلحتها ان يتميع الحقل السياسي، وفي مصلحتها لانه كاين مصالح متعدده، ونتمناو ان هذه القفزه النوعيه اللي كاينه اليوم، باش نكونوا صراحه، واش الحكومه عندها برنامج وكتنفذوا؟ نقولوا الحقائق للمغاربه بان كاينه حكومه الظل التي لها برنامج اخر وتنفذ اشياء اخرى لا علاقه لها بالحكومه. وكنتوا ملي كتفاوضوا مع الحكومه الرسميه. الا جينا للتفاوض الا جينا بلاتي نجيو عاود للتفاوض، نجيو للتفاوض التمثيليه، غنهضروا على التمثيليه النقابيه اليوم في المغرب. التمثيليه اليوم في النقابيه اليوم في المغرب، الحكومه تستقبل خمسه النقابات لاعتبار واحد الماده 425 من مدونه الشغل. واش الوظيفه العموميه والجماعات المحليه عندها علاقه بمدونه الشغل؟ اكثر من هذا، اليوم مركزيه نقابيه تقسمت الى مركزيتين، الملف ديالها لدى القضاء، والحكومه كتستقبل مركزيه بالرغم من انه باقي نزاع لدى القضاء في انتظار يحسم القضاء. ايوا ولكن ماشي من حقها انها تختار من ستتفاوض معه. ربما كنقول ربما في انتظار يحسم القضاء. غدا الاخوان ديالنا في الاتحاد الاشتراكي هي الان كاينه في الفيدرالية الديمقراطية للشغل وتنتخبات غدا لا قدر الله، نتمنى ان يتم توحيد السبت المقبل ربما ستكون نقابة اخرى. كيف ستتعامل الحكومة مع هذا الوضع؟ انا اعتقد راه حتى الحكومة كتلعب واحد دور سلبي اكثر من هذا. وانا السيد الوزير الاول راه مؤسسة حزبية ومؤسسة حكومية وبغيناها تكون مؤسسة فعلا، ولكن كنشوف المستشارين ديال الوزير الاول بحال ولاو هما مؤسسة. أكثر من هذا، هل مستشار جلالة الملك مؤسسة الذي كذلك يتدخل في العديد من الأشياء وماشي من حقه ماشي مؤسسة؟ لهذا خصنا باش نوضحوا الصورة الحقيقية يجب مأسسة الأشياء وإعادة الاعتبار العمل السياسي والنقابي وتكون الشفافية والوضوح. شو سيدك على تعقيب على هذه النقطة؟ لا، الموضوع ديال العمل النقابي هو موضوع في إشكال. أولاً الحمد لله المغرب دارت معركة باش ما تكونش عندنا النقابة الوحيدة، والدولة كان عندها دور كبير باش تكون النقابة الوحيدة، ومع الأسف أنه بعض الجهاز النقابي اللي يصبح حليف ديال الدولة هو اللي خلق إشكال في العمل النقابي. ولكن هذا التشرذم النقابي فيه مشكل اليوم على المغاربة، انه ثلاثه اربعه الناس يديروا نقابه وتيدعيوا الاضراب، ولاد المغاربه كلهم تيجلسوا بلا قضايا، كيصبح الاضراب ويوم يوم التمثيليه. ما يمكنش نقولوا الدوله خصها تتماسس وخصنا دستور وخصنا نحتكموا للقانون، والنقابات ما بغاش القانون ديال الاضراب والقانون ديال النقابات التنظيم النقابي، لانه فعلا اليوم خصنا ديال تغيير الاجيال داخل النقابات اللي تقاعد. ما يمكنش 50 عام، ما يمكنش النقابات يحكموها المتقاعدين، ما يمكنش. فعلا كاين اشكالات في الدوله، كاين اشكالات، ولكن حنا كاحزاب كنقابات كمجتمع مدني خصنا نكونوا مبادرين الى الاصلاح ما بذاتنا، ونعملوا على اصلاح العمل النقابي. لذلك لانه مساله ديال هادشي ديال التمثيليه والاكثر تمثيليه والمؤسسه والوزير الاول، الوزير الاول عنده مستشارين تيمكن له يفوض عمله في اي حاجه، ولكن هادشي ديال المستشار الملكي والوزير الاول فيه صعوبه، لانه فعلا خصنا نعرفوا شكون اللي تيحكم. فعلا جاء الخطاب الملكي تيقول خصنا نقوي مؤسسة الوزير الأول، بمعنى ما كانش عندها الصلاحيات الأساسية. إذا بغينا نقول اليوم جميع النقابات وجميع الفاعلين في المجتمع المدني اليوم كلهم باش يعطيو اقتراحات أساسية، ستحضر الإشكالات. الخطاب الملكي، الخطاب الملكي جاء باش نكمل باش يفتح النقاش مع الجميع في الإصلاحات السياسية والدستورية. المستشار ديال الملك يختار 33 حزب، بمعنى الأحزاب الممتلة في البرلمان وغير ممتلة في البرلمان، ولكن كيقتصر على خمسة النقابات. بأي صفة
اعتقد هذا لجنه المجتمع المدني قدام المجتمع المدني مغلقه ولا باقا مفتوحه؟ لا اللجنه ديال المشاوره هذا واحد على كل حال هذا نقاش عمل مصاحب نقاش اخر حنا خصنا نطرحوا بغض النظر على موقعنا هذاك موضوع بوحدو هذاك موضوع بوحدو خصنا نجلسوا غير نمشيو للديوان الملكي باش نتسماو نقابه هذاك موضوع بوحدو لما نمشيو تما راه سي لطفي معروف نضالك دا راجل وطني مناضل معروف موضوع ولكن ماشي انت تمشي للقصر عاد تعطي الاقتراحات من اي موقع غتعطي الاقتراح وغيسمعوا لك ارجوك لذلك ارجوك غير باش نتقفش في الشكليات ونمشيو للجوهر لحظه اساسيه خصنا ننهضوا هذاك موضوع الاصلاح بوحدو موضوع نعم هذا هو الاشكال الذاتي والموضوعي ما كنظنوش كاينه عوامل ذاتيه ولكن مني كتكون الاغلبيه ديال العوامل الذاتيه مفتعله هنا خصنا نطرحوا الاشكال التمييع ديال الحقل السياسي فيه التمييع ديال الحقل الحزبي والجمعاوي والنقابي الدوله بحالنا التخطيط عندها هو ان عندها مؤسسات ايديولوجيه في الجامعات الثانويات الاعداديات في البرامج التربويه ديالها في البرامج اللي كتدرس المواطن طيله المده ديال الدراسه ديالو عندها احزاب سياسيه ديالها وعندها جمعيات ديالها وعندها نقابات ديالها فين كيولي الاشكال ما عنديش الاشكال انها تخلق لها وسائل كتولي مني كتبقى شكلا دون مضمون ما عندهاش مضمون اللي ممكن انا تنزل به الشارع وتعبر على المصداقيه ديالها وتنافس معايا بالشفافيه وكيف ما كتقتضي السياسه من معنى مني كنوليو في هذا المجتمع بهذا الشكل شنو هو الحاكم والضامن هو القانون هذا الحاكم والضامن اللي هو القانون اللي كنختاروه كاملين بشكل جماعي خصو يكون جاي من عندنا ما تعطيهش ليا من الفوق لان الا كنت عايشه انا وياك في نفس الدار ما تجيش تفرض عليا نبقى شاعله الضوء في الليل خصني نتفق انا وياك علاش معاش خصها تشعل الضوء ومعاش خصو يطفى باش نحترم نفسي ونحترمك حتى انت وبالتالي ملي كنكون كنهضر على اراده الشعب في اختيار ممثلين ديالو في اختيار الناس اللي غيتحاسبوا في اختيار القوانين ديالو ما تقولش لي هذا مطلب غير مشروع هذا هو المطلب الحقيقي والمطلب المشروع الا بغينا بصح كانت عندنا كاملين الاراده الجماعيه للبناء ندوزو للوسيط الاخر اللي هو وسائل الاعلام سيد ديلامي ربما اكثروا معنيا بهذا النقاش واش ممكن وربما انت كتعتبر بانه لا بقى شي وسيطه اللي فيها شويه الثقه هي الاعلام هي لا تنعتقد على ان الاشكاليه ديال الاعلام طبعا تتطرح بطريقه يا سيد ديلامي ارجوك الله يعطيكم الخير الحضور الكريم شويه الهدوء شكرا تطرح بشكل ثاني مع العلم ان ما خرجش على هذه الصراعات اللي كاينه داخل البلاد وما خرجش على لي مانيبيولاسيون الى غير ذلك يعني حتى هي داخله في هذه الصراعات كل ما هناك على ان العلاقه اللي عند الاعلام لا سيما الاعلام الخاص العلاقه اللي عنده مع القراء هي كاين واحد الفاعل العامل الاساسي اللي تيحكم فيها ايضا هو عامل السوق اللي تيفرض عليها على انها تجاوب مع القارئ ديالها على كل حال الا بغات يكون عندها قراء مثلا الا كاينه صحافات مستغنيه على القراء الا التواجد ديالها الا باش يعني ديفيزي واحد الميساج هذيك هضره اخرى تنعتقد على ان الان في الساحه اللي في المغرب الاعلام عنده دور اساسي تيلعبوا مازال غادي يلعب دور اكثر من ذلك اساسي اكثر من ذلك عنده دور اولا لان ضروري ما يمكنش تكون ديمقراطيه الا ما كانش واحد السهوله واحد اون فلويديتي في لا سيركولاسيون د لانفورماسيون داخل المجتمع هذه مساله اساسيه الا كانت الخبر الا كانت لانفورماسيون محتكره من بعد البعض تيبقى اذن هما اللي تيسيطروا على السلطه داخل المجتمع وبالتالي من يملك المعلومه يملك السلطه وبالتالي الا كنا فعلا نبعثوا على مجتمع اكثر ديمقراطيه فبالتالي خصنا نساهموا اكثر وبالضروري مساهمه اكثر فاش تكون لافورماسيون بلو ديسبونيبل داخل المجتمع. هو كقارئ وكمستمع وكمشاهد يعني الاعلام المغربي واش كيتيق هو ولا التقييم ديالو؟ هو المشهد السمعي البصري هو الاشكاليه الكبيره كيظهر لي بان بالنسبه للجرائد عندنا ما يكفي من الجرائد على جميع الاختلافات وكيتيقوا بها الناس اجمالا وبعد كاين واحد الانزلاقات اللي كنشوفوها اللي للاسف استغلال النفوذ ديال الصحافه ل تصفيات حسابات معينه تصفيات حسابات الى اخره هذا الشيء خصنا حنا في روح الديمقراطيه نتفاداوه هذا الشيء كاين في الدول ولكن الدول الديمقراطيه بمعنى الكلمه ما يمكنش لان القانون خصو يكون فوق هاد الممارسات الغير لائقه المشهد السمعي البصري خصو ينفتح
لان المجتمع المدني لاحظنا بان منذ تقريبا 5 أو 7 سنوات كان واحد الانكماش نوعي ديال الوسائل التلفزيون. اكثر شيء كان الراديو كان نساهموا فيه، ولكن التلفزيون كان مغلق تقريبا تماما على الفاعلين ديال المجتمع المدني، وعمر ما كان شي حوار مع الجمعيات اللي هي كتساهم في الحقل السياسي بالاحرى. وحنا اليوم كنشوفوا بان عندنا واحد الفتره جديده امامنا، وكنتمنى بان هذا المجال ينفتح اكثر امام الفاعلين الجمعويين. وكان كان ولكن الثقه ديال المجال السمعي البصري خصها دائما تكون مقويه بالخبر، يكون في الوقت الصائب. كنشوفوا بان كانت البارح وقفه احتجاجيه في المكتب العربي للانباء مغرب اغا بريس ماب، وهذا شيء فريد من نوعه عمرنا ما شفناها. وكنوهوا حنا بهذه المبادره لان غادي يكون واحد الانفتاح اكثر. في القنوات الثانيه، القنوات الثانيه كانت وقفات يعني من التسعينيات، ماشي اليوم، ماشي غير اليوم، التسعينيات وكانت القناه تغطي، وكانوا مقدمين نشرات اخباريه بشارات. باش المغربي ما يقلبش على الانباء الحقيقيه على البلاد ديالو في قنوات خارجيه، ما خصناش نمشيو حنا للفضائيات نقلبوا على الاخبار ديال بلادنا. الناس ديالنا يعطيونا الاخبار بكل مصداقيه، ما غادي يوقع والو لان المغربي لا تاق في هذه الوسائل السمعيه البصريه، غادي يلتجئ لها وغادي يجي لها اكثر. وهذا مزيان لكم لان غادي يرفع من النسبه ديال الناس اللي كتشوف هذه الفضائيات، وفي نفس الوقت القنوات المغربيه وما يشوفوش الفضائيات، لان احنا كنتفضلوا ناخذوا الاخبار من عند الناس ديالنا. شوف سي لطفي، انا غادي نتوقف عند الاعلام المستقل، واعتقد انه في مرحله ما في السنوات الاخيره الاعلام المستقل لعب دور كبير جدا، الى درجه انه اعاد الثقه للمواطن وبدات تقرا الجرائد بواحد الشكل كبير. لكن بكل صراحه الدوله كذلك ومن جديد استعملت اساليب من اجل تبخيس هذاك الاعلام. من خلال ماذا؟ حينما تقوم الجريده باعلان عن خبر سرقه المال العام والفساد وبالاسماء الى غير ذلك، والدوله لا تحرك ساكنه، والنيابة العامة لا تحرك ساكنة إلى غير ذلك، بمعنى اذهب أنت وربك وقاتل إن هناك قاعدون. أعتقد هذه كذلك من وسائل والميكانيزمات والآليات اللي حتى هذاك الإعلام المستقل يجب ضربه باش ما يبقاش يلعب الدور ديالو. غير هو الصحفي ما يمكنش يكون مدعي عام. لا لا، نتنقول غير الإشارة بالأسماء بأن هناك سرقة، هناك فساد. الإعلام شي شوية، لا خصنا نتحدثوا على هذا الإعلام شي شوية. الإعلام كاين جوج ديال الأشكال، الإعلام العمومي والإعلام المكتوب، الحزبي وغير الحزبي. ما نقولش المستقل، وهذا كل واحد عنده المصطلحات، لأنه كاين لوبيات معينة، كاين جرائد اللي هي مستقلة، ولكن كاين لوبيات اللي ضد اي اصلاح، ضد العمل السياسي، ضد الاحزاب، باش تبقى مستافده اذا تتوجه الاعلام وتتسلطوا لفائده. ولكن الاشكال هو المهنيه، حتى في وسط العمل الصحفي سيدي لا ما عرف هذا العمل، وهذا انه الثقه 300,000 راه ما كاين تاطير اعلام، نسبه المقروئيه ضعيفه غير مقارنه مع الجيران ديالنا. ولكن ملي تنوض في الصباح انت كشخص تتقرا ما عندكش كاع خوك، تيقول لك راه خوك خدام في هذه المؤسسه ولا كذا ولا كذا، وراه استافد من هذه وهذه وهذه، باش تعيط للصحفي تقول له الله ودي، تيقول لك ودي حنا درنا هذه الاشاعه، انت قول انه هذه راه اشاعه. اذا هذه ثقافه الاشاعه حتى هي خصها فعلا كاين اشياء اساسيه، خاص التخليق في المهنه ديال الصحافه، تاهيل الفاعل السياسي. هذه الاجراءات، هذه الاجراءات. اما نجي ونقولوا انه الاعلام العمومي لا يتجاوب مع الاراده السياسيه ومع الاحزاب السياسيه، هو فؤاد والاحزاب فؤاد. اذا كاينه حركيه اليوم تتفعل، ولكن ماشي ذاك الشكل. الاوقات ديال البرامج السياسيه قليله، هي البرامج الان في الوقت في العالم هذا الوقت مخيب. لا قليله، ما قلناش ما كايناش، راه تنقول نسبيه، راه تنعرفش نقولها السي جامع، ولكن قليله. وكيفاش التعاطي مع المواضيع، هادو جوج ديال البرامج ولا ثلاثه اللي كاينين، وعاد الان ولا علاش نبقاو ساينو واحد صعوبه السلك يحل ربما صعوبه، ولكنه فعلا ما كاينش الاعلام العمومي مع علاقه مع السياسيين. لا غير نكمل الفكره ديالي وانا معك. لا ما كايناش اراده عند الاعلام العمومي، بلاتي هو كذلك يساهم في تبخيس الحياه السياسيه وتقديم غير اشياء سيئه، كل شيء خايب، حتى واحد ما مزيان، كانه ما بقاش عندما نديروا شي امور يعني بسيطه خاصه. وثم المواكبه ما كايناش، واخا بلاتي
كتكون مثلا دعوه فاعل سياسي معين لنقاش معين، كيقول لك غيكون فلان، كتقول ليه، كيقول لك لا الا كان فلان ما غاديش نكون هنا. انا بغيت نصوب البلاطو ديالي. لا قصد عينا فلان ولانه نزيدوا نزيدوا النيه تبخسوا. لا كلمه جرأه زيدوا نبخسوا. شوف شوف صراحه رجع لك السي الحريري انا رجع. قبل ما اننا نتحدثوا على 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 الاشكال ولا ما كاينش اشكال، نتفقوا بعدا على شنو هو دور الاعلام. الاعلام عنده دور اساسي في التاثير حتى هو ديال المواطن. دوره الجوهري هو نقل الحقيقه كيف ما هي بشكل موضوعي، كانت خايبه كانت مزيانه. الاشكال فين كيولي؟ عندما يصبح الاعلام في حد ذاته مؤسسه حتى هي تستعمل لايصال واحد الفكره معينه. الموضوعيه في الاعلام هي القاعده الاساس. مني كنجي 13 مارس حركه 20 فبراير كتنزل الشارع دايره وقفه، والاعلام كيتناسى ان هناك اليوم اعلام بديل اللي هو الفيسبوك، والناس طرحه وقفه ما طرحش مسيره، وتتجي الناس وكتاكل العصا وما تدوش في التلفازه ولو اشاره، كاين علامه استفهام. مني كنجي يوم 8 مارس تخليد اليوم العالمي للمراه، غير سمح لي غير سمح لي شفت كل شيء، وكنت الناس تشوف الناس اللي تعرضت للعنف، وراقبت مزيان الاعلام وما لقيت حتى. الله يخليك الله يخليك غتخليك نكمل العنف، ولكن الا زدت انا على الله يخليك نكمل فكرتي. دابا اللي كاين وي بلاتي اللي كاين في الفيسبوك هو انه ساره سجار اصيبت بجروح خطيره في ظهرها. الا تهز هذيك وتقولها في لا لا ماشي اسمي، ولكن ما نجيبوش نديروا التعتيم الاعلامي. ماشي يجي ولي الامن في الاعلام وكل شيء عارف انها كانت وقفه، ما تقولش لي ان الصحفي اليوم في المغرب هو ما كيطلعش على الفيسبوك وما كيطلعش على جوجل وما عارفش انها كانت وقفه وماشي مسيره، وكتجيب كامل الوقاحه ولي الامن وتيقول ان كانت مسيره، كانت مسيره وحنا دخلنا وكان كانت علاقه ما بين الساكنه وما بين لا لا ماشي لا ماشي وجهه نظر وماشي للامن، لان كيف ما طرحتي هذيك وجهه نظر كان ممكن ان تطرح كانت وجهه نظر الامين العام ديال الحزب الاشتراكي الموحد. لا انا ما كنعطيش الناس، مني كتعطي روبورتاج لا وكتدوي على ولي الامن، لا ولي الامن من الناس لا غير سمح لي، كتجي كتاخذ تصريحي وكدوز فيه اللي بغيتي وكتقطع بالكوباج، اشكال. كاينين هاد الاشكالات كامله على مستوى الاعلام. شوف انا ما بغيت لا بلاتي انا ما بغيتش شي واحد يجي من لا يجي من هاد الطرف ولا من هاد الطرف، غير نقلوا الحقيقه بشكل موضوعي. غير هاد القضيه ديال المونتاج من الان فصاعدا ربما شخص الفاعلين كلهم يديروا، لا من الشباب ولا من الشيب ولا الكهول ولا الشيوخ. ملي يجي عندك شي صحفي بالكاميرا والميكرو قول له سولو شحال غدوز في هذا الشيء، 15 ثانيه يعطيه 15 ثانيه، لان يستحيل صحفي ملي كتجي معك 5 دقائق راه ما يمكنش غدوز كلها. التصريح عرفتي شنو هي الموضوعيه؟ قول له شحال يعني جميع الفاعلين. عرفتي شنو هي الموضوعيه في الاداء؟ هو اما انك تنقل لا انا ما تنوجهش، لا ما تنوجهش، اما انك تنقل هذا الكاس كيف ما هو، اما انك ما تنقلوش. ولكن الاشكال سمح لي استاذ ما قاطعتكش، غير الاشكال فين كيولي. ارجوك سمح لي سمح لي والله غير في الشكل، غير في الشكل حاجه نقطه في الشكل ماشي في الموضوع. ارجو الحضور الكريم. الله يعطيكم الخير، الله يعطيكم الخير، لان التصفيق لا يشوش. الله يعطيكم الخير، تفضل يا سار. غير الاشكال هو نحن نطالب فقط باعلام تكون عنده الموضوعيه وينقل الحقيقه للمواطن باش حتى هو يتفاعل كيف ما هو، ماشي يتفاعل بالتوجيهات، يتفاعل بالعقل ديالو، عنده صوره معينه كيكون عليها كيتفاعل معاها، ماشي تعطيه حقيقه جاهزه وكتقول ليه. راه حنا كنعرفوا نفسيا كيفاش كتلعب الصوره، كيفاش كيلعب الحدث، كيفاش كتلعب الكلمه الى غير ذلك. وبالتالي حنا غير بغينا هذيك المؤسسه ديال الاعلام تكون مؤسسه مستقله للمواطن، من عند المواطن ولاجل المواطن. سي الحريري ما غنطولش بزاف في هذا الموضوع لان بغيت نخليو الوقت للمستقبل. غندوزو كيفاش يمكننا نسترجعوا الثقه. انا كنعتقد ان هذا هو اهم شيء. فعلا بسرعه، ما تعاني منه حركه 20 فبراير الام هو ما عانت منه الاحزاب والنقابات لمده سنوات مع الاعلام الرسمي. حنا كنتمناو كاين، انا كناكد الاشياء اللي قالت يعني انه كيف ما تم التغطيه احداث 65 81 و90 تم التغطيه ما تعاني منه من من نفس كان نفس المقود ولكن واحد النسبيه مع التقدم. خصنا نعترفوا بالاشياء اللي كتقدم. كان هناك تقدم في حريه التعبير في المغرب في 10 سنين الاخرى، كان هناك تقدم في الصحافه، كان هناك تقدم في عدد ديال المواضيع. ما يمكنش ننساو هذا الشيء ونقولوا ان بحال اللي كنا في الثمانينات حنا اليوم. كاين هذا التقدم، حنا كنطمحوا لاحسن واكثر. كنطمحوا التلفازه ملي غنتفرج في هذاك النشره الاخباريه نقول ايه هذا هو اللي كان. واللي شاف النشرات الاخباريه ديال نهار 20 مارس كيقول واش انا كنت في هذيك المسيره ديال الدار البيضاء ولا ما كنتش في هذيك المسيره ديال الدار البيضاء. ولكن ما غاديش
احنا عارفين ان اي مؤسسه فيها اراء مختلفه وتجاذبات ما غنطولوش، غير الله يخليك نمشيو للمستقبل. الاعلام غادي يكون عنده دور اساسي في نجاح المرحله المقبله، هذا هو اللي كيهمني انا اليوم. وكنتمناو البوادر اللي شفنا الان ديال انفتاح الاعلام العمومي، كنركزوا على التلفزه لان التلفزه هي اللي كتوصل 600,000 او مليون او في برنامج. طيب ندوزوا للمحور الثاني، ندوزوا للمحور الثاني ونبداو يعني شخصنا شويه يعني بعض يعني العوامل ديال التجليات ديال شويه صعوبه يعني او انعدام او ضعف الثقه في هذه المؤسسات. الان بغينا الاحزاب السياسيه والتنظيمات النقابيه نجمعوا ربما في يعني في تصنيف واحد يسترجعوا هذه الثقه، شنو الان المعمول لا من طرف هذه الفاعلين النيت ولا من طرف يعني المحيط ككل لاسترجاع الثقه هذه اللي اكيد انه ربما كما فقدت يعني في 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 عقود ستسترجع في عقود، لا يمكنش نتصوروا انها تسترجع يعني في القريب العاجل. شوف السيد كيحل تفضل. هو لحظات لحظات أساسية هي لحظات نعم تفضل سيدي. لحظة أساسية اليوم هو أنه فعلا الثقة تحتاج إلى جيلين، ولكن كاين إجراءات اللي هي خصها تكون عملية وآنية داخل الأحزاب في المحيط وفي المحيط بشكل عام. المؤسسة الملكية نضرب الوضوح التام، يجب أن نكون واضحين شمن المغرب بغينا بعد الخطاب ديال 9 مارس. إذا المضامين الخطاب كانت واضحة، الان باقي ما عندناش تشكك ولا تشكيك، ولكن عندنا لحظه ديال المصاحبه من الخطاب الى النص. بغينا نقطعوا في المغرب هذا النقاش ديال الاصلاحات الدستوريه اللي ما طلعش شي حكومه ولا وقع له شي مشكل واللي ما طلعش شي قياده ولا ما ولاش وزير تيجبد لنا الاصلاحات الدستوريه. بغينا اخر مره في تاريخ المغرب هاد الشباب يبقى يسمع هاد الفزاعه ديال الاصلاحات الدستوريه. لذلك يجب ان تكون اصلاحات جوهريه، هذا الجانب الاول. والاصلاحات الجوهريه تتجاوب مع مطالب كل القوى الوطنية من بداية الاستقلال إلى 20 فبراير أو 20 مارس أو 20 أبريل ولا شنو اللي بغى يكون. إذن وتجمع المصلحة ديال المواطن، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني يجب أن تصاحب الأحزاب هذه الإجراءات. الأحزاب الآن خصها تضعف كذلك السرعة ديالها، الديمقراطية الداخلية، التداول بين الأجيال، الوضوح في الرؤية، النزول والفاصيل راه واضح، حتى واحد ما ينتظر شي حاجه. الفاصل هو الانتخابات، حتى واحد ما يكون عنده الخوف والهاجس واش غيجيو الناس ولا ما يجيوش الناس. نخليو المغاربه يختاروا، وانا ذاك عاد غيبان في الانتخابات شكون اللي معاه الشعب وشكون ضد الشعب. وهاد الناس اليوم فيهم تيارات التي لا تشارك، يجب ان نحتكموا الى هذه الاليه. الا عندهم شي اليه اخرى من غير الديمقراطيه من غير الانتخابات، مرحبا جي نتناقشوا عليها. اليوم وصلنا الى اليه الديمقراطيه، بغينا نوصلوا عند الشعب المغربي غيختار بالبرامج. فعلا قالت الاخت واحد الكلام، واحد عدد من الاخوان قالوا كلام اساسي، هو خص الوضوح الرؤيه، اعاده النظر في هذا الموضوع ديال التحالفات، اعلان تحالفات قبليه، تقديم نمط الاقتراع اللي يمكن يكون عندنا حتى 100 حزب، ولكن عندنا عتبه ما يمكنش اي كل واحد اللي نعس كتقنن هذاك المشهد خص يضيع عليه الوقت في الحمله الانتخابيه باش نقرا البرنامج ديالو. اذا خص واحد العدد من الامور اللي هي تكون الان فعاله، والثقه راه غتجي في الوقت اللي غيخليو الناس دير شغالتها المعقوله. بغيت نرجع لحركه 20 فبراير والدور ديالها في استرجاع الثقه. حركه 20 فبراير هي في نظري، كاين قراءات مختلفه، ولكن واحد القراءه انا في نظري هي اعلان عن ان شرائح عريضه من المجتمع المغربي وغاديه وكتزاد اصبحت ترفض الحكامه الاقتصاديه والسياسيه اللي كان كيعيشها المغرب منذ سنوات. بسرعه في 98 الحكومة الثانوية 9 الرحمن اليوسفي، 99 العهد الجديد مع تولي الملك محمد السادس العرش، انطلق واحد المسلسل ديال الاصلاحات. ربما السن ديالكم ما كانش يسمح لكم باش تعيشوا هذه الاصلاحات، ولكن حنا عشناها وكان واحد الامل كبير. فانا كيقراو حتى الى ما السن راه قراو، ولكن اللي عاشها ماشي بحال اللي قرا عليها. كما قريتي ماركس اللي عاشها ماشي بحال اللي قرا عليها. منذ سنوات كاين تراجع في جميع الميادين، الحكمة الاقتصادية، السياسية، إلى غير ذلك. جات هذه الحركة لتقول أن المغاربة أو جزء كبير من المغاربة لم يعودوا يقبلون مثل هذه التراجعات والعيش في ظل هذه الحكمة. هذا هو الخطاب الأساسي، وأنهم فقدوا ثقتهم في عديد المؤسسات. الآن إذا بغينا نسترجعوا الثقة، هناك دور أساسي ديال الدولة قبل ما نتكلم على الدور ديال الأحزاب. نحن في حاجة إلى إشارات قوية. الخطاب ديال سعود كان واحد من هذه الإشارات،
المجلس الوطني لحقوق الإنسان الوسيط، هذه كلها إشارات، ولكن بقى إشارات عندها حمولة رمزية قوية. أولا إبعاد رموز هذه المرحلة اللي فاتت اللي كتجسد ضعف الحكامة الاقتصادية والسياسية، إبعادها من الواجهة، هذا شيء أساسي. الخطاب ديال 9 مارس كذلك كان إعلان للقطيعة مع هذه الفترة، فالرموز ديال هذه الفترة خصهم يبتعدوا. تحرير الإعلام العمومي من بعض الهواجس اللي ما زالت ما كان عممش بعض الهواجس ديال نوضح السي الحريري هذه الهواجس، دابا كيسمعوا المغاربه هذا الشيء كيصحابوهم شي نوضح بكل هذا. مازال في نشرات الاخبار مثلا هناك انتقائيه في الاخبار، شنو هي الاخبار اللي غندوز وشنو هي الاخبار اللي ما غندوزش. هناك شنو اللي ما كيدوزش مثلا كيبان لك انت ما كيدوزش ممنوع اشياء كيعتقدوا ماشي ممنوع كنعتقدوا ان ما عندهاش اهميه. يعني كنقول انتقاء يعني شي كيدوز شي ما كيدوز. انا كنشتغل في واحد المؤسسه شنو اللي خصو يدوز وما كيدوزش. كنشتغل في واحد المؤسسه سميتها البرلمان. البرلمان شنو كيعرفوا عليه المغاربه؟ نهار الاربعاء جلسه الاسئله الشفويه البرلمانيين ما حاضرينش الى غير كاين واحد البرنامج عندنا سميتو مجله البرلمان اللي فيه واحد الزميل محمد مستعيد كيجي كل يوم كيتقاتل كيجي كيتقاتل على باش يلقى جوج الناس يجيبهم للحوار. وكان هذا الصباح معنا هناك جلسات مهمه. حنا الان منذ ثلاثه الاسابيع كنستنقوا كنستجوبوا المدير العام ديال الخطوط الملكيه المغربيه، ما شفتش التغطيه ديال دوزان. كنستجوبوا المدير العام ديال المكتب الوطني للمطار. كانت جلسه مغلقه هذيك؟ ما مغلقاش، كانت فيها الصحافه، كان فيها التلفازات. كتضمن لنا غدا نجي الكاميرا تما تصوروا لك؟ تضمن لنا انت؟ اليوم اضطريت انني نتصل بالاخوان ديال دوزان البارح ونخبرهم باللي كاينه جلسه مع المدير ديال مؤسسه العمران واللي عندها واحد الحساسيه راكم كلكم كتعرفوها باش حضرات التلفازه. غير ما كنقولش ان غادي تعطيني ساعتين ولا ثلاث سوايع، غير بين ان هذه المؤسسه كتشتغل كتعطيها مصداقيه. هذا غير مثال. النقطه الثالثه في ارجاع الثقه، لا يمكن ان نبقى في هذا المسار ديال الافلات من العقاب وديال عدم المحاسبه، هادشي ما بقاش كيقبلوه المغرب. هناك مؤسسات متعدده، لجان تقصيل الحقائق البرلمانيه، المجلس الاعلى للحسابات، الانسبكسيون جينيرال دي فينانس، المستشاره العامه للماليه، كلها قامت بتقارير على بعض المؤسسات ووقفت على اختلالات ونهب العام العام. فينا هي النتائج؟ تحريك المتابعه. كيفاش انا غادي ننتق في هذه المؤسسات وفي هذه الدوله وفي هذا البرلمان اذا كانوا هاد المفسدون كلهم مازال الان جالسين في ديورهم بدون متابعه؟ ونفس الشيء اسمح لي في محليا وفي الجهات، لان المواطن يمكن كيعرف ذوك القضايا الكبرى الوطنيه ولكن كيعيش قضايا اخرى في الجماعات المحليه وكيعيش فينا. اذا الافلات في العقاب، الافلات من العقاب دونك هذه من الاشياء اللي كتجعل المواطن غادي يبقى فاقد الثقه. كنقول هذا الشيء معنى هذا ان خصنا نتحركوا في هذا الاطار باش نرجعوا الثقه. هناك اشياء اخرى ماشي عندها علاقه بما باقي لنا شويه الوقت السي الحريري غادي ترجع باقي الوقت وعاد نتكلم على الاحزاب. لا هذا التزام سي لطفي. انا اعتقد وهو سؤال محله هو انه اولا اعاده بناء الثقه ما بين المواطن والوسائط الاحزاب والدوله ليس بالعمليه السهله. علاش؟ لان راكمنا من الاختلالات والنواقيس والتراجع على واحد العدد ديال المكتسبات وثقافه انها اخطر شيء. كما قال الاستاذ الكريم الدستور غدا نصدقوا عليه ومتقدم جدا لن يعالج كل الاشكاليات، لكن الاساس هو الاراده السياسيه. ما الا كانت هناك اراده سياسيه من اجل معالجه الاختلالات ولكن اساسا استجابه للانتظارات ديال الشعب المغربي ونقولوا ليه الحقيقه، ماشي كنبقاو نعطيو شي ارقام ومؤشرات رحنا وصلنا لكذا وهبطنا في كذا وهي كلها مغالطات باش نقولوا غدا راه المغرب راه غادي يحقق اهداف التنميه للالفيه لزويمدي. لا، نقولوا الحقائق للمغرب. الفقر كاين مؤشرات الفقر باقا، البطاله كذلك، بمعنى منين كنوليو نعطيو ارقام ومؤشرات وكنغلطوا بها نفوسنا ونغلطوا بها الراي العام باش نديروا واحد المكياج. اعتقد هذه كذلك راه ثقافه، خصنا نقولوا حقائق المغاربه تكون شفافيه. واخا كتكون حقائق مثلا عمليه الاحصاء، احصاء السكينه والسكان، هذه عمليه تقنيه. نعم. كيقوموا بها اطور وكيدمروا وكيجيبوا كيقول لك مثلا عندنا 34 مليون مثلا. وي. الشارع كيقول لك ماشي 34، حنا 40 مليون. كتقول راه حادثه تصير خلفت جوج القتلى، كيقول لك لا خلفت 22 قتلى. متفق معك، لكن من هذا الشيء كامل لا بد من هذه جبتي الحقائق والوقائع. متفقين، لكن انا متفق مع الاستاذ الكريم انه لا بد من اليات المراقبه وربط المسؤوليه بالمحاسبه.
باش ما كيبقاش راه واحد مسؤول مدير وزير كيدير يعبث في الإدارة فسادا ولا من يحاسبه ويدير اللي بغى يدير ويكتبوا عليه الجرائد وغدا راه الدنيا هانية عنده. واعتقد هذا ماذا يفتح المجال؟ يفتح المجال نزيد باش تبقى تجاوزات الديناميك. اللي بغيت نقوله هو لأن حتى متهضروا عن الانتخابات والديمقراطية، الديمقراطية ما عندها حتى شي معنى إلا كان فعلا المواطن ما تيمكنلوش يختار الناس اللي غادي ينوبوا عليه وغادي يمثلوه. بينما من تنشوفوا لو مود دو سكروتان اللي عندنا الان، تنشوفوا على ان اولا باش يمكن لك تقدم الانتخابات خصك تكون عندك تزكيه من واحد الحزب، يعني مواطن كمواطن ما هوش مواطن كامل الا ما كانش متحزب، بالتالي ما تيمكنلوش حتى هو يقترح على الناس يصوتوا عليه ويتقدم الانتخابات. كاين مسطره ان تكون منتميا الى حزب، وين هذه اشكاليه انا في نظري، هذه اشكاليه في حد ذاتها، هذه في حد ذاتها اشكاليه. ثانيا نمط الاقتراع ديال لا بروبورسيونيل تيجعل على ان في الحقيقه في اخر المطاف تيدار الحساب وكل شيء، لا تبقى حتى شي علاقه بين داكشي اللي اختار المواطن اللي مشى يصوت والنتيجه اللي خرجت في التالي. وبالتالي طبعا علاش غيصدى راسو يمشي يصوت؟ يعني كيفاش بغيتيه يثيق وتولي عنده ثقه في واحد المؤسسه اللي بصفه عامه ما كاين حتى شي علاقه بينها وبينه، ماشي هو اللي اختار داك الناس، ماشي هو اللي الطريقه اللي اختار ماشي هي اللي خرجت. يعني كاين فرق بين السبب والنتيجه. ما كاين حتى شي علاقه. النتيجه لا خرجت النتيجه شخص علاقة مثلا انتخب على واحد الحزب معين من بعد واحد الاسبوع من بعد البرلمان بعد الحزب الاخر وعاود كيغير بدون عقاب بدون حساب. النتيجه ديال تطبيق القانون، انا كاين قانون. سيكون قانون. كاين كاين. لا ولكن غير مطبق. في نظري خص ضروري. خص ضروري مراجعات. اليوم. كاين الماده 5 مثلا. خصنا لا خصنا ننتهيو من ثقافه الاجماع. مثلا جلسوا اسبوعين كاين حزب عنده 10 الناس وكاين حزب عنده 2 المليون وكل واحد خصنا نديروا له ذاك خاطرو ونديروا له ذاك خاطرو والمغاربه ما تيبقى عندهم خاطر. هذا هو اللي بغينا. نحيدوا الثقافة ونمشيو لمصلحة المغرب. واش بغينا أحزاب قوية حقيقية ولا بغينا كل واحد دار شي حزب خصنا يبقى مرتاح باش ما يقولناش شي حاجة ما تعجبش؟ وهذا هو اللي خلق المشكل. الحركة النسائية في البرامج الترافعية ديالها كتقول أننا ما بقيناش باغيين تدابير إجرائية ولينا باغيين سياسات عمومية. حتى حنا اليوم المجتمع المغربي هو في مخاض. هذه مرحلة ممكن أن نعتبروها مرحلة تقدر تحسم لنا. ما بقيناش بغيناها تحسم لينا لاي طبقه معينه، طبقه حاكمه اي شكل من الاشكال، ولينا ما غتحسم لينا لصالح المجتمع المغربي. باش تحسم لينا لصالح المجتمع المغربي خصها تكون مشاركه فعاله للمجتمع المغربي وخصها تسود اراده الشعب. تسود اراده الشعب كاين مجموعه ديال المستويات، كاين واحد هو الجانب ديال التعليم. كفانا من التعليم اللي كيربي لنا انسان اللي مسالم وما كيقدرش انه يفكر وما كيقدرش. بغينا تعليم اللي كيربي فينا حس النقد، حس المساءله، حس ديال هذا الشيء ما عجبنيش. كاين التحرير ديال الاعلام، الاعلام خصو ينقل لنا الحقائق بشكل اللي كيخلينا اننا نحلو بشكل انفرادي وكتعطيني الحق ديال الابداع. المثقف ايضا خصو يلعب دوره. كفى من قمع المثقف، كفى من قمع المثقف المسرحي، كفى من قمع المثقف الناس اللي كانت كتكتب الروايات اللي كتعطي وكنهزوها وكنسجنوها. كاين الاشكال الاخر، تعزيز اليات المساءله والمحاسبه للمسؤولين. ماشي كنجيب واحد وكنعطيه المسؤوليه، ذكر قبيله الاشكال ديال الحصانه، كنعطي البرلمان الدستور كيكفل البرلماني حق الحصانه، ما تنحاسبوش. لا يعقل انسان في مسؤوليه وما تنحاسبوش. حنا ما تنحاسبوش البرلماني، والبرلماني ما تيحاسبش الانسان اللي في الحكومه، واعلى سلطه في البلاد ولا الرئيس اللي كيكون هو تيتحكم ما تيتحاسبش. كاين اشكال، من سيحاسب؟ من هو الحاكم؟ من هو المحكوم؟ اي اليه المحاسبه؟ كاين اشكال عميق. كاين اشكال اخر ايضا هو تحرير الفكر. الان الفكر عليه ان يتطور، عليه ان يجيب عن الواقع، وهذا الدور ديال الناس اللي في الاحزاب السياسيه، اللي في الجمعيات، اللي في النقابات. اليوم خصها انها تطور لنا فكرها، تطور لنا ادبياتها، وتعطينا خطاب يتماشى مع المجتمع المغربي، ويعطينا ممارسه كتبان في الاجراءات ديال برامجها، كتبان ايضا في ملي تنقول انا غادي نجي نزفت لك الشانطي، خصني نلقى ان الشانطي على الاقل بدا كيتزفت. ماشي كدوز المده ديال البرلمان وكيجي عندي نفس الاخر بنفس الوعود. الاشكال هو ان بنفس الوعود، وبالتالي النمطيه حتى
النمطيه حتى في التعاطف حتى في الوعي السياسي النمطيه. كاين الاشكال ديال الوعي السياسي ما ممكنش اننا نفيه، ولكن الوعي السياسي هو منتوج المواطن المغربي. اسمح لي غير اسمح لي، المواطن المغربي هو منتوج ديال مجموعه هذه العوامل كامله. ملي تنهضر على شاب عنده 17 سنه 18 سنه وكنبدا نقول ليه هو اللي ما واعيش، هو ما خصنيش ننسى المحيط ديالو اللي نتجو. راه هذاك الانسان ماشي جا وطاح من الارض، لا، راه ساهم فيه التعليم، ساهم فيه القرايه اللي كيقرا، ساهم فيه الاعلام، ساهمت فيه الاحزاب السياسيه، ساهمت فيه الجمعيات، ساهمت فيه النقابات، جميع المكونات المجتمع كتساهم. غير واحد التوضيح باش ما نبقاوش، توضيح ان الحسنه صدر دروس ديال الابجديات السياسيه في الاعلام، باش حتى هذه الحركه تاثر ملي تكون تهضر تعرف لمن تتوجه، واش رئيس البلديه ولا البرلمان ولا لمن بغات توجه. اذا خليو هذا النقاش العام بعض المرات تيغيب. هذا انا حنا بغينا هاد الناس اللي مقبلين الان واللي عندهم رغبه في التغيير ايجابيه، ولكن في حاجه الى واحد التكوين. كاين اللي اختار العمل الحزبي ومشى قرا شي شويه في داخل الاحزاب، كاين اللي ما بغاش يدخل الاحزاب وبغى يكون دغيا يدير الوصايه على الشباب المغربي والاداء الابجديات ديال التكوين باش يبداو نفرقوا باش الناس ما يدخلوش الدار تعرف لمن غادي توجه. فين هي المسؤوليه ديال رئيس البلديه؟ فين هي المسؤوليه ديال البرلمان؟ الله يخليك حتى شي واحد ما عنده الحق انه يدير لنا الوصايه ولا يقول لنا اجي. كلنا كنتكونوا هنا، هذه واحد، كلنا عندنا الحق نعبروا في اي حاجه بغينا، هذا حقنا، ما يحيدوا لنا حتى شي واحد هذا حق. كتكفلوا لنا المواثيق الدوليه وتكفلوا لي حقي انني انسانه. ثالث حاجه وهي المهمه جدا، نحن الان لسنا في لحظه التقييم. الا كنا في لحظه التقييم ربما كون جيت في الموقع السياسي غندير التقييم العلمي البناء ديال الاحزاب السياسيه اللي كانت في الحكومه طيله هذه المده التاريخيه اشنو اللي عطاتنا. سي الحريري غير توضيح باش من الحصانه ديال النائب البرلماني ما كتمنعوش انه يتابع باشياء تخل بالقانون وهذا الحسنه. لا الحصانه هي العام الاشياء التي تدخل في اطار عمليه البرلمان فقط. نرجع هناك برلمانيين تبعوا وترفعات الحصانه، هذه الممارسه ماشي القانون، اعراف وممارسات وتقاليد. تكلمنا على بغيت نرجع الله يخليك لاعاده الثقه. بديت كنتكلم على اشياء اللي عندها علاقه بالدوله، قلت عدم الافلات من العقاب، ولكن المواطن كذلك ينتظر اشياء ملموسه، هذه اشياء كبرى ربما مهمه ولكن اشياء ملموسه. خصنا نبينوا للمواطن المغربي ان الدوله تهتم كذلك بالفئات الشعبيه والمتوسطه. الاحساس اللي عندي انا في بعض الحالات هو ان كتجي قوانين او كتجي امتيازات ضريبيه كتوجه دائما في غالب الاحيان الى الفئات يعني المقاوله او الفئات الميسوره. من الاجراءات اللي يمكن لها ترجع الثقه التغطيه الصحيه مثلا للمعوزين. التغطيه الصحيه الان المعوزين يلا بدات واحد التجربه في تادلا أزيلال وعاد كنتكلموا على كيفاش يمكن لنا نعموها. التكلفه ديالها 2 مليار و700 مليون درهم حسب وزاره الصحه، 2 مليار و700 هي الميزانيه، هي الاعفاءات اللي تعطات للقطاع ديال السكن وديال العقار. فهنا خصنا نديروا قرار، واش حنا كنهتموا بالفئات الشعبيه والمعوزه ولا فقط كنمشيو عند المنعشين الكبار؟ هذا اجراء اخر ربما كيبان صغير، ولكن المنحه ديال الطالب 150 درهم شهريا، شنو كتمثل هذه المنحه بالنسبه للطالب؟ 300 درهم اذا كان مدينه اخرى. هذا هنا حساب بسيط يمكن يبين ان المداخيل باش نرفعوا هذه المنحه لواحد المستوى مقبول يعني ما غتكلفش بزاف، ويمكننا نجيبوها بسرعه من مثلا هناك شركات في الاتصالات وفي قطاع الاسمنت كدير واحد الارباح غير معقوله، 32 حتى 35% ديال الارباح على الشيف دافير. سيدي لامي راكم كتعب، هذا رقم غير مقبول. معنى هذا ان هناك ارباح استثنائيه كتخرج هذه الشركات من مقابل واحد الوضعيه ديال الاحتكار. لارباح استثنائيه خصنا ضريبه استثنائيه ونوجهوها لاجراءات اللي يمكن لها امثله كثيره بحال هذا في هذا اللي كتحتاج فقط الى شجاعه سياسيه وقرار سياسي. اخر نقطه في هذا باقي الوقت غنرجع لك فيما يتعلق بالدواء. واحد الموضوع واحد الموضوع واحد الحساسيه، هذه الفكره ديال الاستثناء، لان الاستثناء كيضرب تكافؤ الفرص بالمنطق يعني الاقتصادي، كيضرب منطق تكافؤ الفرص الصميم.
استثناء يعني نبقاو نديرو ارباح استثناء لا اما نديرو نخدمو لا ريغولاسيون يعني التقنين باش ما تبقاش هذا الاحتكار اللي كاين مثلا في قطاع الاسمنت وهذا التفاهم اللي كاين في قطاع الاتصالات هادو غير جوج امثله ولكن كاين قطاعات اخرى اما نخدمو الاليات ديال المراقبه والتقنين لا ريغولاسيون وديك الساعه غنشوفوا ان اثمان المكالمات غتهود اثمان الاسمنت غتهود غادي يستافدوا الفئات الشعبيه من الاسمنت ومن السكن الاجتماعي الا ما كانتش عندنا القدره باش نديروا هاد لا ريغولاسيون اذا خصنا دوك الارباح الاستثنائيه اللي ما عندها حتى شي مبرر خصنا نديروا ليها الطريقه باش نسترجعوها نشوف سيدي المقاربه تعتقد على ان يعني من ناحيه نظريه تتبان تري سيدويزونت واني السيد النائب عرف هذا من الناحيه العمليه غادي تقلص من القطاع الاقتصادي اللي غادي توجه له هذا الطريقه هذه في نظري ولكن لان هادو اجراءات برنامج لان اساسا لا سيما السي حريم تتكلم مثلا عن على الضرائب ديال في قطاع لابيتا الى غير ذلك لابيتا سوسيال هذا الحق ماشي ضرائب كاينه ضرائب ايفونتويل لان اساسا يعني محفز ضرائبي لواحد الشيء اللي هو ما كاينش اللي ربما غادي نعتبره غادي يكون الى تطور القطاع. الشركه كدير 30% ديال الارباح في السكن الاجتماعي 30% 140,000 درهم 150,000 درهم باش كتقام السكن الاجتماعي وهذه دراسه ديال وزاره الماليه كانت غتنشر ولكن ما تنشرات وكتباع 250,000 درهم. كيفاش يمكن لي نقول ان ما كاينش اختلال في هذه النقطه؟ وفي الحقيقه كاين اختلال لا هو على اي باش ما ندخلوا الجانب التقني غادي نمشيو شويه انا غير هو باش نجاوب على اللي قال السي حريري الشيء اللي في نظري مهم فعلا هو قل هو ملي قال كاين بعض الاجراءات اللي في حد ذاتها ما طرحش مشكل اقتصاديا وتيمكن لها فعلا تساهم في تبين على ان كاينه اراده وكاين شيئا ما بدا تيتغير هذه نقطه متفق عليها 100% ماتنو الطريقه ديال تمويلها هذا شيء ثاني يعني المجال الاقتصادي اليوم الاجراءات الثقه خصها في القضايا الكبرى التقنيات بغنديروا ندخلوا انتخابات كل واحد يجيب برنامجه كيفاش غادي الاساسي التغطيه الصحيه للمعوزين هو موضوع يهم انا ماشي نهضر على الجانب الاقتصادي لا لا الجانب ديال المغاربه 20 مليون الا ما كانتش هذه قضيه كبرى ما عرفتش شنو هي القضيه الكبرى لا القضايا الكبرى السياسيه وفي المجال الاقتصادي خصنا الفصل بين السلطه والاقتصاد اللي بغى يحكم وبغى يسير يكون مسؤول سياسي ومسؤول ماشي تيحاول ما امكن يوظف المؤسسات التشريعيه والمؤسسات كلها لخدمه مصالحه الاقتصاديه باش يحقق هو ارباح لجيبه. ولكن واش هذا مناقض اقتصاد لا لا اسمح لي لا اقتصاد الريع لا لا هذه هي الاشكالات اللي يطرحوها اليوم المغاربه لا واش ما تطرحش هذا هذا الشيء ديال واش هو نقيض نقيض الديمقراطيه؟ لا سمحتي بالعكس لا نقيض علاش ياك بيرلسكوني مستثمر بده هو رئيس منتخب ديمقراطي؟ لا الفرق الفرق هو بده تكون شفافيه وبده يكون انه الجميع عنده الولوج الجميع الاراضي بحال بحال لا ملي كيكون القانون الاراضي ب 50 درهم واحد خصو ياخذها ب 10,000 درهم ما تيمكنش اي واحد تيكون غير باقي صغير باقي تربيه وعنده رخص ديال الصيد في اعالي البحار ما يمكنش واحد عدد من الامور هادو هما اللي خصهم يعطيو الثقه للمغاربه هو تكافؤ الفرص لا على المستوى الاقتصادي لا على المستوى الاجتماعي لا على المستوى السياسي النقاش التقني انا داك الاختيارات السياسيه تعطينا الامور سؤالي انا غير يقدر يكون خارج الموضوع ولكن غير سؤال يمكن يقدر يكون استفزازي الاستاذ هو حزب الاستقلال والحزب الاستقلال هو الان الوزير الاول ديالو نورمالمون هاد الاشكالات خصها تطرح داخل الحكومه وبيتنسق مع البرلمان ويعطيو لها بدائل الا كانت صعوبه في لا رياليزاسيون ديالها ممكن انا نلقاو اعذار ولكن كنجي البرنامج بهذا الشكل وكنبدا نطرح كنبدا نقول فوالا كاين هذا السؤال وهذا السؤال وهذا السؤال وما كنلقاش عليه اجابات هذا مشكل بوحده الفرق ما بين التقسيم ما بين الثروه والسلطه بصح هذا اشكال قائم وكاين الاشكال الاعمق هو توزيع الثروات بشكل عادل توزيع الثروات بشكل عادل عندنا الفوسفات عندنا الحوت عندنا مجموعه ديال الموارد اللي هي طبيعيه فين كتمشي هذيك الموارد الطبيعيه حنا بغينا دابا نعرفوا غير حاجه وحده هو مشاركتنا فقط في معرفه المعلومه عطيونا غير هذاك الشيء كيفاش كيتفرق وعاد نتناقشوا من بعد الاشكال اليوم حتى في اشراك المواطن في انه يعرف المعلومه واش ديك المقاربه ديال 10 دراهم لكل مواطن ويتمكن لا ما كنهضرش على المقاربات نهائيا ما كنهضرش على المقاربات انا كنهضر على المبدا عرفتي عندما يغيب المبدا وعندما ما كتبقاش عندنا القيم
ما كنظنش ان ممكن مجتمع يتبنى. فاش كنقول لك انا اعطيني غير الحق انني نعرف فقط المعلومه غير المصدر، عرفتي شنو هو التمكين؟ مواطنه مواطن واللي عنده الحق في المعرفه ديال شؤونه كيفاش كتمشي باش ممكن يعطي باش ممكن يعطي في غياب تهميش وهو ما عنده حتى شي حاجه والحقائق ما كتبانش ليه ما ممكنش انه يدير. انا كنعطي شعار عام ديال الفرق ما بين الثروه والسلطه ولكن راه ما عنديش شي حاجه ملموسه باش ممكن انني كونفانكوك لانك انت شنو مثلا ملموس مثلا ارباح لوسيبي راه كينشرها كينشر هذا الشيء لا كيفاش كيتفرق وعلى اي معايير كيتوزع راه هذا هو الاشكال المعايير وفق علاش كتوزع هذيك الثروه اليوم هو الاشكال اللي حنايا كيضرنا ما يمكنش انا مواطنه مغربيه وما تنعرفش هذاك الشيء كيفاش انا كنهضر على المعايير المواطن المغربي شنو المعايير ديالو في التوزيع ديال الثروه في البلاد ديالو وهذا حق لا غير حيت سولات واحد السؤال باش ما تختلطش الامور حنا في حزب استقلال عندنا الامور واضحه لا ربما شرط الازدواجيه في الخطاب ماشي ازدواجيه في الحكومه وكدوي خطاب المعارضه على وثائق ديال المؤتمر ديال حزب الاستقلال هذه ماشي ازدواجيه حيت اليوم في التلفازه لا حزب استقلال هذا هو الميزه ديالو في تاريخه هو الوضوح في اي موقع يحكم ويتبنى خطاب المعارضه يحكم وكنا تنحكموا كاع ما يطلبوا الناس بالاصلاحات الان الدستوريه والاشكالات اللي كاينه في المغرب يقود اغلبيه حكوميه كاينه اغلبيه حكوميه وفقا لواقع دستوري ولواقع سياسي ولتعاقد دار في واحد الوقيته على نتائج معينه من اجل الوصول الى امور معينه في برنامج حزب الاستقلال انه الان الحكومه بوحدها كلشي تيتكلم على كاين فاعلين اخرين من غير الحكومه كلشي تيتكلم على انه فاعلين ديال الضير الناس اللي تتحرك هذا المؤسسات العموميه الان رغم انها عندها الوصايه ما كاينش تبعيه فعليه للحكومه الناس تتحكم عندك برنامج هو عنده برنامج ديالو خاص هذا هو اللي خصو يكون في المغرب اذا سمحتي مش نحققوا في الكلام الامور ما نتكلموش عليها حنا عندنا وزير اول ومسؤوليه مشاركه مناضله من اجل الاصلاح مش شويه نحققوا في الكلام خصنا نهدؤوا الحوار لان الان دخلنا في حياتي حزبيه وامور وخصنا تكون الثقه هو الخطاب ما خصوش يكون فيه ازدواجيه وانا اعتقد رغم الاخ اللي كيقول لك ما كاينش ازدواجيه كاينه ازدواجيه لان انا لا كنت في الحكومه وما يمكنليش نطبق البرنامج ديالي نخرج بحالي نقول اسيدي انا ما نقدرش نخدم ونمشي بحالاتي داك الساعه غادي نعطي الثقه للناس اللي انتخبوني غادي نقولوا بان السيد انا صوتت عليه ما تمكنش وغادي نطرح بكل شفافيه امام الناس اللي صوتوا عليا ها هما الاشكالات ها هما الاكراهات اللي كتواجهها وعلاش ما يمكنليش نمارس هذا العمل الى مدى ابعد وهذا علاش ما كيكونش هذا الشيء لان عمرنا ما شفنا حنا شي واحد استقل من الحكومه وكيبقاو كيقولوا هذا الشيء وما كيقدروش يستقلوا انا اعتقد خصنا نكونوا منصفين كذلك وانا قلتها وغنزيد ناكدها هناك حكومه الظل السيد الوزير الاول شحال من حاجات دارت في المغرب خارج مؤسسه الوزير الاول ما نهضروش على التعيينات قرارات تخدات خارج الحكومه لا تكون واحد الجرأة باش نقولوا هذا الشيء باش نكونوا واضحين عندنا وثائق في مؤسسه باش نكملوا لا هو كيخصو يخصو هذه الاجراءات انا باش انا لا ادافع انا لا ادافع لا الاخوان انا لا ادافع لا على الحكومه ولا على حزب الاستقلال انا اقول حقائق وهو اللي خصنا اللي نقولوا اليوم المغاربه الحقائق واش فعلا ما شارت اليه الاخت واش فعلا الميزانيه ديال الدوله اليوم هي اللي كنصادقوا عليها في البرلمان هذيك الصناديق المتعدده كاينه ميزانيات متعدده كاين مصادر اموال ديال المغرب غير معروفه واش غنبقاو حتى نوصلوا وغادي يقولوا لنا غدا في امريكا بانه مبارك عنده 31 مليار ونصف غير هو بوحده بمعنى وما وقع في تونس كذلك بمعنى انه خصنا نعرفوا اولا في المغرب بدل ما نديروا العداله الاجتماعيه بالعكس اليوم كنزيدوا فقراء فقرا واغنياء غنى هذا وضع حتى واحد مقلق اليوم لهذا ما نبداوش ندوروا حول الاشياء اللي هي حقائق حنا باغيين نطوروا بلادنا وكل شيء باغي بلاده اليوم انها تطور وتمشي خطاب جلاله الملك التاريخي كان اشاره كبرى باش ما نبقاوش نديروا دي ماكياج الوضع السياسي الوضع الاجتماعي الوضع الاقتصادي اقتصاد الريع كاين النهب كاين الفساد كاين ولكن الحقائق ما كتبانش للشعب المغربي الا سمحت لا الا سمحت سمحوا لي كامل سمحوا لي غادي غير نسمعوا الاراء بعض المواطنين المغاربه سولناهم حتى هما يعني على شنو كيقترحوا الاسترجاع الثقه نسمعوا لهم ونختموا النقاش فيما بعد
كاين واحد التوارثي الان في الاحزاب، تقريبا كاع الاحزاب اللي كاينين كبار ما كاين في لو توب ديالهم ما كاينش دي جون اللي تقدروا نثقوا فيهم. اول حاجه اللي خصها تبدا هي استقلال القضاء، لان استقلال لان القضاء بدون قضاء ما تكون حتى شي حاجه خدامه، باش يمكن الانسان يعرف بان كاينه واحد المحاسبه من بعد. لان ما يمكنش الانسان يزيد يفوطي ولا يفوطي ويعرف بان راه ما كاينش واحد المحاسبه من بعد. خص الاحزاب السياسيه يوفوا بالوعود ديالهم وبركه من المصالح الشخصيه. اما بالنسبه للصحافه خاصها تعطى ليها الحريه التامه. بالنسبه للجمعيات انا تنشوف ان يعني العمل ديالها ما خصوش يكون يعني تداخل بينه وبين العمل السياسي اللي تقوم به الاحزاب. لاعاده الثقه للمواطن المغربي في الاحزاب والنقابات والجمعيات لا بد ان تنبى ثقه من القواعد الشعبيه، ولا بد لوضع الرجل المناسب او المراه المناسبه في المكان المناسب، ولا بد للصحافة أن تكون هناك حيادية والابتعاد عن التبعية. أنا بغيت ندير، أنا بغيت نفعل، أنا كذا، أنا هادي، غير كيمشي كيقبض الكرسي ديالو صلان بي كينسى داكشي اللي بغا يدير وداكشي اللي كان تيقول به الناس وداكشي راه كذا، لأن هنا خصني نعاودوا النظر في هذه الأحزاب اللي هي سياسية باش تقرب من المواطن أكثر فأكثر. شفنا في الآونة الأخيرة أنه كاين واحد تحسن من ناحية الصحافة لا السمعية البصرية، السمعية البصرية ولا الكتابية، ويعني ما كرهناش يعني أون طونك يعني سيتويان ماروكان أنه يكون واحد تحسن أفضل لا من ناحية المضمون ولا من ناحية لافورمون جينيرال. كي نضع قطيعة مع إعلام التعليمات، لكي نضع قطيعة مع عقلية الشيخ والمريد التي تمارس داخل الأحزاب والتي تمارس داخل النقابات وداخل مجموعة من الجمعيات. كاين جمعيات اللي هي خدامة بعقلانية وغادية في واحد الإطار اللي هو جميل، وواحد الجمعيات أخرى خدامة غير لواحد المصالح الشخصية، وبحال هذيك الجمعيات خصها تكون عليها رقابة وتزول من السياحة من 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 الساحة. لابد من تشبيب الهيئات السياسية، لابد من ديمقراطية على مستوى التنظيمات الحزبية، ايضا لابد من محاربة كل الوصوليين والانتهازيين اي الذين يتسترون يعني في اطار هيئات رسمية وغير رسمية، في اطار ايضا محاربة الفساد، في اطار ايضا اعادة الثقة للمواطن من خلال اشراكه في الشأن العام. الاحزاب السياسية خصها تفعل الديمقراطية الداخلية ديالها، وخص الدولة ترفع اليد ديالها الأحزاب السياسية. بقات لنا تقريبا اقل من 40 ثانية لكل متدخل على اساس نختموا، الا كان شي إضافة شي فكرة اللي يضيف السي الكحل. ولن المغرب في حاجة إلى أحزاب قوية، إلى مؤسسات قوية، إلى القاطعة مع كل الأشكال التي أساءت إلى تاريخ المغرب، والتمسك بالإشراقات والأشياء الإيجابية وتطويرها من أجل الوصول إلى مغرب ديمقراطي نحتكم فيه إلى إرادة الشعب عن طريق صناديق الاقتراع. سارة سوجر. إقرار المساواة والكرامة، تشبيب الإطارات المتدخلة، أيضا عدم إقصاء نصف المجتمع، والأساسي الأساسي هو إقرار الديمقراطية الحقة في جوهر الدستور تحكيمه فلسفة سلطة للشعب. سيك الثاني. نعيش لحظات دقيقة، ويجب على الشعب المغربي أن يتحلى بروح المبادرة، روح الصبر والمفهوم وتكريس المفاهيم. احنا عندنا لحظة تاريخية خصنا نرجعها لحظة ديال المستقبل ديال المغاربة كاملين. سي لطفي. أنا أعتقد أن الخطاب الملكي أعاد الثقة من جديد المغاربة في مؤسساتهم، في نفسهم، في بلادهم، واعتقد كذلك لابد من استجابه للانتظارات ديال المواطنين المغاربه في تشغيل الشباب العاطل، في محاربه الفقر، في استجابه للمطالب الطبقه العامله اللي اننا قابل الان حاضر امامكم. اعتقد انه انطلاقه لابد من دعمها جميع وتكون مشاركه الجميع وبدون اقصاء. سي الحريري. اعتقد ان استرجاع الثقه الاحزاب السياسيه عندها دور فيه، ما كنعرفش ديمقراطيه اللي ما فيهاش الاحزاب السياسيه كتلعب دور فيه. المسؤوليه ديال ارجاع الثقه كاين وقف ذاك المسلسل ديال التبخيس اللي جاي من جهات مختلفه، ولكن داخليا نحتاج الى قيادات جديده في الاحزاب السياسيه كتجسد الامل في المستقبل وكتجسد القطيعه مع الاساليب الماضيه، ونحتاج الى هذه القيادات خصها تكون منتخبه بطريقه ديمقراطيه، ولكن ماشي فقط مؤتمر تصويت، لا، خصنا نفتحوا اولا التصالح الداخلي واسترجاع واحد العدد ديال المناضلين والكفاءات اللي ابتعدوا عن الاحزاب ديالهم، وخصنا كذلك انفتاح على القوى الحيه ديال المجتمع في الجمعيات في الحق الاقتصادي، وبعد ذلك
نقوم بانتخاب قيادات تجسد الأمل في المستقبل، الرجوع إلى المبادئ إلى القيم. هذه أشياء ربما كتبان ثانوية ولكن هي أساسية في الموقف. نقطة أخيرة في الإعلام إلى سمحتي، الإعلام خصو يواكب هذه المرحلة، والرجوع واسترجاع الثقة في الإعلام أنا كنوجه واحد النداء للمسؤولين على القطاع. لك القنوات التلفزية فيها من الكفاءات الشيء الكبير، الرسالة هي أعطيو خليو هاد الناس يشتغلوا، المسؤولين ماشي لكم، خليو هاد الناس يشتغلوا، أعطيهم الحرية في العمل ديالهم، أعطيهم الإمكانيات، الدعم المعنوي والمادي. المسؤولين راه ما عرفتش علاش من كدوي المسؤولين على القطاع السمعي، المديرين ديال الشركات التلفزة لا اس ان ار تي ودوزام، الجهات أخرى وللأسف مازال جهات أخرى مازال لها تدخل في سير هذه الألم. كاين الكفاءات، يمكن لها تعطي الكثير، خصها غير يخليوها تشتغل وحنا غنشوفوا النتيجه، غتفاجئنا وتفاجئ المشاهد المغربي. غنرجع لك سيدي. تنعتقد على ان المجتمع المغربي الان راه داخل لواحد المرحله ديال التغيير جذريه نظري، لا على مستوى الدوله بغينا ولا كرهنا، لا على المستوى المجتمع المغربي ديال القرن 21 بدا تيبان على انهم اختلفوا جذريا على المغربي ديال القرن العشرين. هذا كان تيقبل الدوبل لونغاج، كان تيقبل واحد الوضعيه شويه مشبوهه، الان هذه اصبحت مسائل غير مقبوله. الاحزاب السياسيه ولا الاعلام الا كانت باغيه تكون عندها مصداقيه مع هذا المواطن الجديد اللي بدا تيبان دابا، الا بغات باغيه تكون عندها مصداقيه ضروري دير الثوره الداخليه ديالها، لا الاعلام لا الاحزاب. راه الحزب اللي ما دارش الثوره الداخليه ديالو غادي تطحن، اسمح لي على هذه العباره هذه سميتو غادي تطحن يعني نهائيا. الاعلام راه تطحن السوق، هذيك واضحه يعني بسرعه السوق تيحكم عليه، وبالتالي هذه المساله هذه راه الان ماشي اختيار واش نكون في عندي مصداقيه ولا احتمن والا الموت. ساره عندي نداء اخير للشعب المغربي، كنتمنى ان الجميع ينخرطوا في حركه ديال 20 فبراير للتحقيق الحقيقي للمطالب ديالها، وكنتمنى ان فتح نقاش سياسي حقيقي دون اقصاء هاد الناس وتبادل الافكار معاهم بدون منطق هذا مكون وماشي مكون وهذا خصو يهضر وهذا ما خصوش يهضر، غير فتح المجال. الشعب المغربي انخرط في حزب السياسي الحريري يدعو ماشي مشكل، ماشي مشكل، هذا الحق، هذاك حق ماشي مشكل. حنا تنقولوا غير ان جميع الناس غير جميع الناس تفتح اليوم نقاشات حوار وطني، تقول هاد الناس علاش باقا كتخرج للشارع وعلاش باقا كتاكد على ديك المطالب، واش بصح تحققت بعد الخطاب ولا ما تحققتش. كنتمنى وهذا الشيء، وكنتمنى ان الشعب المغربي ينخرط بوعي حقيقي باش ممكن اننا كاملين نبنيو. شوف سيدي كنتنا كل شيء اضافه مختصره، كتطلب منا نكون واحد الثقافه جديده، ثقافه جديده اللي مبنيه على اسس. والان هذا العمل البيداغوجي اللي خصها تقوم به وسائل الاعلام خصها تكون يوميا او اسبوعيا برامج واضحه على الاموال الدوله كيفاش كتصرف الى اخره، باش المواطن يعرف بالضبط. خصنا يكون عندنا انفتاح تام، والخطاب ديال 9 مارس كنطلب فيه لبنات اساسيه، ولكن ما كنتوقعش بان غادي يكون تغيير غدا الصباح. كنكونوا عندنا الوقت، وهذا الشيء غادي يتبنى على سنين وسنين، ولهذا الشباب خصهم ينخرطوا في العمل السياسي داخل الاحزاب ويواكبوا هذه التطورات الاساسيه. سي كيحل غادي نقطعت على واحد 10 ثواني من الوقت ديال نزل الاخبار ونعطيك كلمه 10 ثواني. لاساسي الدعوه الاساسيه اليوم هو انه احنا شعب يؤمن بالاختلاف ويؤمن بالرأي المختلف، يجب أن نحتكم إلى الشعب المغربي في الآلية الديمقراطية وإشراك الشعب المغربي في انتخابات نزيهة وديمقراطية. ماشي لا نزيهة، شكرا سي الكيحل، شكرا سارة سجار وسي لطفي وسي الكتاني وسي الحريري وسي دلمي، أشكركم جميعا، أشكر الجمهور الحاضر معنا هنا، ألقاكم بعد أسبوعين في الأسبوع المقبل. برنامج نقط على الحروف الذي ينشطه الزميل درس بناني يستضيف القيادي في حزب العدالة والتنمية والبرلماني السيد مصطفى الرميد. إلى الأسبوعين المقبلين، شكرا لانتباهكم وإلى اللقاء.